أهلا بكم أعزائي المشاهدين في لقاء جديد من أولاد إبراهيم، وهذا هو اللقاء المرتقب انتظرناه طويلا، ويسعدني جدا ويشرفني وجود أصدقائي الأعزاء فضيلة الشيخ طارق يوسف إمام مسجد أولي الألباب بروكلين. أهلا بك فضيلة الشيخ معنا في هذا اللقاء على الهواء مباشرة. أهلا بك، شكرا لكم للاستجابة لأن نكون في حضرة القسيس أمير في كنيسته وعلى شرفه مع فضيلة الشيخ صمويل ومع الأخ الأستاذ رشيد المغربي العزيز على قلبي. شكرا، ويسعدني جدا وجود صديقي العزيز الأخ رشيد. أهلا بك أخ رشيد معنا لأول مرة في أولاد إبراهيم. شكرا لك الشيخ صمويل، وشكرا للاستضافة في هذا البرنامج الرائع. شكرا لقناة الكرمة على هذه الفرصة التي أعطتنا. شكرا الشيخ طارق لأجل الكلمات الطيبة في حقي، وأنا أبادلك نفس الشعور، وأرحب بالمشاهدين الكرام أينما كانوا سواء على قناة الحياة أو الكرمة. فعلا بشكر ربنا من أجل هذا اللقاء، وبشكر قناة الكرمة وكل القائمين عليها، خصوصا الأخ صمويل ستيفانوس والأخ البير، ساعدونا جدا في تحقيق هذا الأمر. وشكرا لقناة الحياة اللي هي بتشارك معنا في البث النهاردة على الهواء مباشرة في قناة الكرمة أو قناة الحياة. وبداية خليني أحكي معكم 10 دقائق إيه القصة وراء هذا الحوار. أولا سنة 2007 سافرت إلى نيوجيرسي للخدمة، وتقابلت مع واحد مسلم عند باب الكنيسة اللي بخدم فيها، وتكلمت معه عن المسيح وعطيته إنجيل هدية، وقلت له عبارة زعلته. قلت له المشكلة عند المسلمين إن عثمان بن عفان حرق كل نسخ القرآن وأبقى على نسخة واحدة هي النسخة العثمانية. الراجل زعل مني، فقلت له خد ادي رقم تليفوني، لو الكلام بتاعي غلط اتصل وقول لي انت راجل كذاب. هو عمل كده فعلا، وراح سال، اتصل بيا وقال لي الشيخ طارق عايز يقابلك. مين يا عم الشيخ طارق؟ قال لي ده الخطيب وامام المسجد وسمع كلامك وعايز يتقابل معاك. قلت له خلاص، تاني يوم تعالى انت وهو عند باب الكنيسه ونتقابل مع بعضينا. لكن كانت المفاجاه ان الشيخ طارق جه ومعاه 15 واحد مسلم. يا جماعه احنا هنخش معركه، لكن قعدنا مع بعض وكانت مفاجاه ليا. الشيخ طارق شيخ مبتسم وبعدين صدره رحب، فقال لي اتفضل قول لنا اللي انت عايزه. قعدت اتكلم مع المسلمين ومع الشيخ طارق لمده نص ساعه، مفيش اي مقاطعه، وباحترام شديد سمعوا للرساله الخطيه وادم والمسيح والخلاص والفداء، كل الناس سمعت، وبعدين فتحوا حوار للمناقشه. حاجه حلوه ان يكون معانا الشيخ طارق النهارده، هو راجل محترم جدا. عزمني على العشاء بالليل، وانا بتعشى معاه روح القدس كلمني. الروح القدس بيتكلم معانا واحنا مش بنسمع له. فقلت له يا شيخ طارق انا مسافر بوسطن، تعالى معايا بوسطن نعمل حوار مسيحي اسلامي. قال لي ما عنديش مانع. قلت له طب خلينا استاذن الناس في بوسطن، وفعلا استاذنت القسيس خالد بشرى وكنيسه بوسطن، رحبوا بالشيخ طارق ورحنا وقعدنا وسجلنا واتكلمنا واكلنا وعشنا مع بعضينا كاخوات. لكن بعد كده الشيخ طارق جه كاليفورنيا وعزمني في بيت الحاج شعلان، انا ومجموعه من المسيحيين، القسيس سليمان والشيخ رمسيس والدكتور سمير والاخ رمزي، رحنا وكانت مفاجاه، مش عازمنا لوحدينا، ده عازم 70 مسلم ومسلمه، لبنانيين وسوريين وعراقيين واردنيين ومصريين. وقعدنا 4-5 ساعات نتناقش ونتكلم عن التوحيد الصحيح كما علمه لينا المسيح. كان وقت حلو قوي، كنت فاكر الموضوع انتهى على كده، لكن الشيخ طارق قال لي من فضلك لو جيت نيويورك لازم تيجي المسجد عندي. تاني سنه اخذت القسيس رائف والاخت لونا والاخت ميربت واخرين ورحنا المسجد. انا عارف في مسلمين مسيحيين ما دخلوش المسجد ابدا، لكن دخلنا وقعدنا واتكلمنا عن ملكوت الله مع كل المسلمين كانوا موجودين، ما فيش اي مقاطعه، ما فيش اي مشكله ان احنا نتكلم. ومره تانية رحنا وتعشينا، والاكل نفسه عمله الشيخ طارق بنفسه، واكلنا وطلعني على منبر المسجد واتكلمنا. الشيخ طارق نموذج مختلف، وعشان كده لما جه مره تانية نيويورك كاليفورنيا، القسيس امير شوقي رحب بيه في الكنيسه بتاعته، واقمنا حوار لمده 4 ساعات في كنيسة القسيس أمير، مفيش أي مشكلة، وعرض الكلام ده على قناة الكرمة. النهاردة على الهواء مباشرة من قناة الكرمة في وجود الشيخ طارق والأخ رشيد، ولا الشيخ رشيد؟ لا أنت خلي الشيوخ أنتوا. طيب. الشيخ صمويل والشيخ طارق. الأخ رشيد اتعرفت عليه برضه في نفس الوقت 2007 قبل ما اتعرف على الشيخ طارق بشهرين، عايز أقول دي مشيئة ربنا لينا، مش مجهود مننا، لكن ربنا ليه خطة في الموضوع ده. الأخ رشيد دعاني لبرنامج سؤال جريء، ومعروف ان سؤال جريء من اعظم واروع البرامج المسيحيه على كل القنوات، وانا فخور بالاخ رشيد وبتعلم منه في كل مره بسمع له، ودي حقيقه. تعرفت عليه ف
أول مرة حصلت مشاكل كبيرة لرشيد والقناة الحية بسبب اللي احنا قدمناه، قلنا ما فيش أديان سماوية، الكلام ده غلط مش من ربنا. طبعا ناس كتيرة مسيحيين ومسلمين ما عجبهمش الكلام ده، لكن رغم كده الأخ رشيد استمر يدعيني البرنامج سؤال الجريء مرات. طبعا كل مرة كنا ناكل ونتكلم ونتعرف على بعض، اكتشفت ان هو شخص مثقف جدا، يتكلم عدة لغات، الإنجليزية والفرنسية واللغة العربية الفصحى واللهجة المغربية واللهجة الأمازيغية وأهم حاجة اللهجة المصرية. هو بيتواصل معنا باللغات الحية بتاعتنا. أنا بشكر ربنا من أجله ومن أجل محبته. لكن أكتر حاجة أثرت فيا، مرة سألته أنت بتنمو نموا روحيا في معرفتك بالمسيح وفي كلمة الله بطريقة غير عادية، إيه السبب؟ قال لي عبارة حلوة قوي، قال لي أنا كنت عطشان لربنا وما صدقت ما تعرفت عليه وما صدقت ما لقيت كلمته، وأنا بشرب من ماء الحياة يوميا. أنا فخور بهذا الإنسان اللي هو عنده رسالة للمسلمين بيقول لهم أنتوا أهلي وعشرتي، أنا اكتشفت إن في حاجات كتيرة فاهمينها على المسيحيين غلط عايز أصلحها عندكم، واكتشفت إن في حاجات كتيرة في الإسلام غلط عايز أقولها لكم بكل صراحة. ده موضوع السؤال الجريء. وأنا مبسوط إن إحنا معانا اتنين في منتهى الجراءة النهاردة بيتكلموا بحرية وبمحبة وباحترام رغم الاختلاف. إحنا مختلفين 100% لكن بنحب بعض ونحترم بعض. أنا النهاردة فطرت مع الشيخ طارق والحاج شعلان في جلسة أخوية حقيقية. يسعدني ان احنا نتكلم في موضوع هام وجريء وصريح، هل القرآن كلام الله؟ الشيخ طارق مسلم حتى النخاع، يؤمن ان القرآن كلام الله. هدي له 10 دقائق يقدم لنا سبب او اكتر ليه القرآن كلام الله من وجهة نظرك. تفضل شيخ طارق، معاك 10 دقائق حسب التوقيت وهننتهي بعد انتهاء ال10 دقائق. تفضل. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. الحقيقة أنا سعيد أولا بقناة الكرمة واتساع صدرها واتساع صدر أخي رشيد لنتحدث في موضوع يسبب مشاكل، خاصة من خلال برنامج أخينا السيد رشيد ومن قبله القمص زكريا، وتناولوا في حلقات كثيرة هذا الموضوع بحساسية يراها المسلمون يعني غير مقبولة بأي شكل من الأشكال. وللأسف أن المسلمين، عندما أقول مرة أخرى، عندما أقول المسلمون لا أعني كل مسلم لكن الأغلبية الساحقة، ترى أن من حق المسلم أن ينتقد المسيحية بكل ألوان الانتقاد والسخرية والتجاوز أيضا أحيانا كثيرة، ولا يقبل أن يأتي المسيحي ليقول رأيه في القرآن ونبي الإسلام. وأنا أرى ذلك نقيض القرآن نفسه، عندما يقول الله لي إن الله يأمر بالعدل، فمن العدل إذا كنت تنتقد فمن حق الآخر أن ينتقدك. هذا هو المستوى الذي ينبغي أن يكون عليه المسلم. عندما نأتي نحن إلى الغرب، أنا أقول مقدمة قبل أن أدخل في نقطتي، عندما نأتي نحن إلى الغرب هنا وننشئ المساجد ونشتري الكنائس ونشتري المعابد اليهودية ونحولها لمساجد، ويأتي الزائرون، لا أقول المقيمون، لا، الزائرون، زائر، مجرد أنه زائر، فيدعو إلى الله ويقنع بعض المسيحيين أن يدخلوا الإسلام فيسلموا دون أن يحدث ضجيج لا من الإدارات ولا من المسيحيين ولا من اليهود. لكن على النقيض إننا نجد أن المسلمين لا يقبلون بأي شكل من الأشكال أن يأتي المسيحي ليعبر عن مسيحيته. وأنا قلت آلاف المرات، كيف لنا أن نقول للمسيحي أن يحترم الإسلام ونبيه؟ هو لن يبقى مسيحيا إلا إذا أعلن أنه يؤمن أن محمدا ليس رسولا لله، وإلا صار مسلما. صحيح. نحاول أن نقنع الخليقة بهذه المعاني، العقول المغلقة، ويأتون. حتى أنا كنت وأنا في طريقي والشيخ صمويل يقودني بالسيارة، كنت أقول له عندما قال البابا السابق إن أني أرى أن الإسلام انتشر بحد السيف، المسلمون يطلبون اعتذار
من الرجل أن يعتذر، ولن نجلس معك في حوار إلا إذا اعتذرت. أي دين هذا؟ هل هذا هو الإسلام وهل هذا هو القرآن؟ لا، ده احنا نصل إلى مستوى المسيحيون في الرياض في جدة هم كثر. لا نتحدث أنني أقول بالحق الإسلام لا يمنع المسيحي أن يكون له كنيسة في الرياض، لا يمنع أن يكون له كنيسة في جدة، ربما مكة ذات وضع خاص، لكن من حق لا تصل الأمور باسم الإسلام. إذا جلس المسيحيون يوم الأحد في بيت أحدهم يصلوا يعتقلون ويقبض عليهم، وأعرف أصدقاء اعتقلوا ورحلوا من السعودية لمجرد، إذن كأن الله جعل هؤلاء حفاظا على الخلق. صحيح. وربنا بيقول وما أنت عليهم بوكيل وما كنت عليكم حفيظة، النبي ليس حفيظا، فأصبح بتعوت الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر حفاظا على الخلق يرفضون. وأنا قلت للسيد رشيد قبيل التسجيل أنني كنت في المغرب وقلت إن من حق المغربي أن يتنصر ومن حقه أن يسير وهو آمن مطمئن لا يعكر عليه صفوه. أنتم تريدون أناسا منافقين؟ أنا من هنا أدخل القرآن الذي فهمته والدين الذي فهمته ومحمد الذي قبلته خاتم الرسل، أفهم قرآنه كما أراه بالطريقة الصحيحة. لا، عندما يقول الله لي، عندما يقول محمد وهو رجل أمي جاء من الصحراء ليقول لنا كلاما يستحيل أن يكون رجل لم يدخل مدرسة، كيف يصوغ العبارات وكيف يحيط جميع الأشياء الدنيوية من المهدي إلى اللحد، سياسة تجد، اقتصاد تجد، تعليم تجد، أخلاق تجد، أحكام تجد. وهذا عندما أقارنه بالكتاب المقدس التوراة والإنجيل أجد أن محمدان في طريقة صياغته للتعاليم فاق الكتاب المقدس في طريقة الصياغة. والمسيحيون منذ أكثر من 2000 عام يستطيعون صياغة الكتاب المقدس صياغة جديدة. أنا أقول إن السيد رشيد، الشيخ صمويل، هم بلغتهم العربية في أحيان كثيرة أشعر أن الصياغة تحتاج في الكتاب المقدس، لا سيما أن الكتاب المقدس هذا الكلام الموجود هنا ليس كلام الله النصي، إن كلام الله النصي موجود في النسخة العبرية، إنما هذا هو المترجم، فالذي ترجم كان ينبغي أن يصوغ بطريقة أفضل. عندما أجد القرآن في سلاسة وبلاغة ولا يصطدم بأنبياء الله ولا يصطدم بكينونة الله ولا يحط من قدر الله بل يعلي شأنه، أقول إن هذا الكلام لا يمكن أن يكون قد خرج من رجل من الصحراء. ثم إنني أتوقف عند معنى إن محمدا كل الاتهامات التي تلقى عليه اليوم وللسيد رشيد يطرحها وللسيد القمص زكريا بطرس يطرحها وغيرهم، إن كل هذه الاتهامات في الواقع نوقشت قرآنيا، يعني هذه ليست جديدة. محمد مجنون وقالوا يا أيها الذي نزل عليك الذكر إنك لمجنون، هذا كان طرحا موجودا، الافتراء على الله أم يقولون افتراء. وبعدين ده محمد نفسه بيقول عبارة، يعني هل محمد ده كان فيلسوف؟ كان نجيب محفوظ يستطيع يصوغ لك عبارات؟ فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا؟ انظر إلى العبارات، أو قال أوحي إلي ولم يوحى إليه شيء، ومن قال سأنزل مثل ما أنزل الله، ولو ترى إذ الظالمون في غمرات الموت والملائكة باسطوا أيديهم أخرجوا أنفسكم اليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تفترون تقولون على الله غير الحق وكنتم عن آياته تستكبرون، ولقد جئتمونا فرادى كما خلقناكم أول مرة وتركتم ما خولناكم وراء ظهوركم وما نرى معكم شفعاءكم الذين زعمتم أنهم فيكم شركاء لقد تقطع بينكم وضل عنكم ما كنتم تزعمون. عندما يصوغ محمد صلى الله عليه وآله وسلم هذه الصياغة وهو يناقش كل ما يتهم به كهانة، شعر، جنون، افتراء، ويؤثر عندما يقول اتفضلوا قل فأتوا بسورة مثله،
قل فأتوا بعشر سور. وبعدين يقول لهم ايه؟ يقول لهم بتعبير ايه؟ فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا إنه يحرك فيك الساكن. إذا كنت تستطيع أن تكتب مثل هذا القرآن تفضل بالطريقة الأمريكانية، جهد اعمل اكتب. لماذا لم يصغ التوراة والكتاب المقدس بصياغة باللغة الجديدة، خاصة أنه ليس كلام الله الذي نزل هو عبري، هذه ترجمة. لماذا لم نستطع أن نحاول باللغة الرصينة التي يقدمها أخي وحبيبي رشيد على قناة الحياة بجمال؟ لماذا لا يصوغ هذا الكتاب المسمى بالكتاب المقدس؟ لماذا لا يصوغه عبارات بعبارات جميلة لطيفة لينازع القرآن في منزلته؟ أنا أعتقد أن لا أتحدث، لا أريد أن أتحدث عما أنت ذكرته يا أخي رشيد حوالين إن إخراج القرآن لأنه كتاب علم كلام فارغ، إخراج القرآن أنه كتاب طب كلام فارغ، إنما قد يعطيك إشارات دلالات عندما يأتي ليقول لك وترى الجبال تحسبها جامدة. المفسرون لا يفهمون، المفسر عندما يقول لك هذا يعني يوم القيامة ويسألونك عن الجبال فقل ينسفها ربي نسفا، عندما تراه وترى الجبال تحسبها جامدة وهي تمر مر السحاب صنع الله. هل الله يقول صنعه عندما يحطم؟ لا، عندما يأتي الستلايت ليقول إن جزر الماونتن الجبل يتحرك حركة مليمترية أو جزء بالمليمتر تحت الأرض، كيف محمد؟ أولا محمد هل يستطيع أن يثبت ذلك؟ يستحيل. لو أنه جاء بقوم وقال لهم هل ترون هذا الجبل؟ سيقولون نعم. هل ترونه واقفا أم ثابتا أو متحركا؟ سيقولون لا واقف. فإذا قال لهم إنه متحرك قالوا عنه إنه مجنون. وأنا سمعتك أخي رشيد وحبيبي، وأنا أختم كليمتي سمعتك وأنت تقول لا جاء من مني يمنى، القرآن يجعل الذكور والأنوثة في المني الذي يقذفه الرجل تحديدا عندما يقول ألم يكن نطفة من مني يمنى خلق الزوجين الذكر والأنثى من نطفة إذا تمنى، وهو يعني الذكور والأنوثة متعلقة بمني الرجل ولا علاقة له بالمرأة من قريب. فضيلة الشيخ طارق شكرا جزيلا لهذا العرض، كلمت عن الكتاب المقدس باللغة العبرية وباللغة الأرامية وباللغة اليونانية وترجمة إلى كل لغات العالم حتى يصل إلى كل الناس بكل لغة هم يتكلمون بها. أما عجز القرآن عن عدم الترجمة فدي مشكلة مش هنتكلم فيها، أنت تتكلم فيها مع رشيد، لكن أنا بتكلم مع كتاب مقدس. هرد عليك الأسبوع الجاي وأرجوك أن أنت تتابعني مع كل إخواتنا للنص الأصلي بالعبري والأرامي واليوناني، لكن الترجمة ترجمة حرفية للنص. وأهم حاجة المسيح علمنا الكلام الذي أكلمكم به هو روح وحياة، ده موضوع تاني مش هخرجنا عن النص الأصلي، لكن خليني أدي 10 دقايق أو 11 دقيقة، لا 10 دقايق بس. الأخ رشيد، أخ رشيد حضرتك كنت مسلم سابق، تعلمت القرآن، حفظت جزء كبير من القرآن، والدك علمك الكثير عن الإسلام وعشت سنين، ثم الآن تقول على برنامج سؤال جريء أن القرآن ليس كلام الله، ادينا أسباب، عايزين أسباب، فضل 10 دقايق. أشكرك شيخ صنوي وأشكر شيخ طارق على المداخلة وعلى الكلام اللطيف حقنا كمسيحيين. فين التايمر من فضلك؟ 10 دقايق من أول ما يبتدي الأخ. وعلى مدافع دفاعي عن حق المسيحيين في نشر دينهم. وفي البداية أريد أن أقدم هذه المناظرة هدية لوالدي ووالدتي المسلمان لحد الآن، ولإخواني وأخواتي، ولكل الباحثين عن الحق في كل مكان، لأن هدفي الأول والأخير أن أعرض أسباب رفضي للقرآن على أساس أنه كلام الله. لماذا أرفض القرآن؟ مش مستمعين آخر شيء دلوقتي؟ تخيل نخرج الفاصل السريع ونرجع نظبط المايك مع الأخ رشيد ونرجع نكمل الوقت بتاعه، تفضل. شاور القاتل الإرهابي اللي كان فاكر إنه بيرضي ربنا بأعماله،
لكن بعد الرب ما تقابل معاه غيره من شاول المضطهد إلى بولس المبشر بكلمة الإنجيل. عندنا تحدي كبير، مين يقدر يوصل لداعش أو بوكو حرام وغيرهم كتير؟ يمكن ما نقدرش نروح لهم، لكن في طريقة تانية بيها نقدر نوصل لهم كلمة ربنا من خلال قناة الكرم. نأسف لهذا العطل الفني، خلينا ندي وقت الأخ رشيد. تفضل. أو في بداية أشكرك الشيخ صموئيل وأشكر الشيخ طارق على المداخلة وعلى الكلام الذي دافع به عن المسيحيين، وأود أن أقول أني أهدي هذه المناظرة لوالدي ووالدتي المسلمين لحد الآن، ولإخوتي وأخواتي ولكل المسلمين الباحثين عن الحق، لأن هدفي في الأول والأخير هو أن أقول كلام ربما يكون جارح، لكن هدفي ليس جرح الناس ولكن توضيح الأسباب التي من أجلها أعتقد أن القرآن ليس كلام الله. الشيخ طارق تحدث عن أشياء لا أعتقد أنها تثبت أن القرآن كلام الله. قلت أن محمد كان في الصحراء وكان أميا، مسألة الأمية مختلف عليها. قلت أنه كان في الصحراء وجاء بالاقتصاد وجاء بالشراء. ليس كل شخص أتى بأمور اقتصادية بطريقة شعرية في كتاب نقول عنه هذا من الله، هذا ليس دليل أبدا. في ناس شريعة حمورابي بآلاف السنين قبل محمد، في ناس جابوا أشعار قبل محمد مثل طرف ابن العبد ولم نقل عنه نبيا، في ناس المعلقات نتحدث عن المعلقات الشعرية في الشعر العربي ولم نقل عنهم أنبياء. فالطريقة الشعرية، سلاسة الأسلوب، ذكروا لقوانين، هل العرب كانوا يعيشوا من غير قوانين؟ قطع يد السارق أخذها من العرب، نظام الإرث أخذوا من العرب، كل هذه الأمور كانت موجودة. ما الجديد؟ سؤالي، ما الجديد الذي أتى به القرآن لم يكن موجودا من قبل؟ ذكروا للأنبياء وعدم طعنه فيهم، ما أنا ممكن دلوقتي أكتب كتاب وأذكر الأنبياء بخير. كتاب قصص الأنبياء هل يعتبر من الله لمجرد أنه ذكر قصص الأنبياء وذكرهم بأسلوب جميل؟ هذا ليس دليلا، أعطني دليل على أن القرآن كلام الله. خلينا أعطيك أسبابي التي أعتقد أن القرآن ليس كلام الله. أقول أولا، هل كل من أتى بكتاب وادعى أنه من الله علينا أن نصدقه؟ لا، البينة على المدعي، البينة مش علي، البينة على المسلمين، لأنهم الذين يدعون أن القرآن كلام الله، فالبينة والحجة على الشيخ طارق وعلى المسلمين. أول حاجة، أنا عندي مئات الأسباب التي تثبت أن القرآن ليس كلام الله. أبدأ بالأخطاء العلمية، الشيخ طارق يتكلم عن الجبال وحتكلم عنها في نقطة قادمة. أول شيء أبدأ به الشهب التي نراها في السماء، كلنا شفنا الشهب في السماء، أنا كبرت في البادية كنت بشوفها. في وابل من الشهب احيانا بيبان في السماء، بيكون وابل من الشهب بيكون نازل كده، فبيحصل مرات بتكرر مثلا كل مده معينه بتتكرر. ماذا يقول القران؟ القران فسر الشهب تفسير غريب عجيب، يقول في سوره الملك: ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين. بمعنى انه ربنا زين السماء، حط فيها لمبات، اللمبات دي هي النجوم، وجعلها رجوم. احيانا بيستخدم بعض اللمبات لضرب الشياطين، لما يجوا بعض الشياطين يتسمعوا للسماء، قاعدين يتسمعوا على اخبار الملائكه بيتكلموا مع بعض، بيروح ربنا واخد شويه نجمه او نجمتين وهوبا ضرب الشيطان، والشيطان بيجري. بيقول الطبري: وجعلناها رجوما للشياطين، يقول وجعلنا المصابيح التي زينا بها السماء الدنيا رجوما للشياطين ترجم بها، يعني النجوم صارت رجوم للشياطين. خلينا نشوف شيء تاني: إن زينا السماء الدنيا بزينة الكواكب وحفظا من كل شيطان مارد لا يسمعون إلى الملأ الأعلى ويقذفون من كل جانب دحورا ولهم عذاب واصب إلا من خطف الخطف فأتبعه شهاب طاقب. يعني في بعض المرات مع نظام الحماية ده اللي عامله ربنا، حاطط نجوم والنجوم بتضرب الشياطين، مع ذلك في بعض الشياطين بتخطف بعض المعلومات، وكأنه ربنا محتاج دلوقتي في شركات بتاع سيكوريتي أحسن من ربنا لو كان ده كلام ربنا.
يعني فبعض الشياطين برضو بتخطف بعض المعلومات وبتجري بيها، إلا من خطف الخطفة فأتبعه شهاب ثاقب، ربنا بيرميه بنجم من النجوم. لو جاء الكلام ده ممكن يمشي على العرب شبه جزيرة عربية، ممكن يقبلوه، ممكن يفسر لهم ويقعد يقول لهم شايفين الشهب دي، دي شياطين بيرجمها ربنا. لكن دلوقتي في عصر الجامعات، في عصر التلسكوب، في شباب بيدرس، عندنا الاسترونومي والاسترولوجي، وعندنا علم الفلك، وعندنا كل حاجة. كلام ده بيضحكوا عليه الناس في الجامعات، زي أنا أقبلوا أنه كلام ربنا اللي خلق الكون كله. بيتكلم عن في سورة الحجر آيات 16 إلى 18، ولقد جعلنا في السماء بروجا وزيناها للناظرين وحفظناها من كل شيطان رجيم، إلا في استثناء من استرق السمع فأتبعه شهاب مبين. والجن بتتكلم في سورة الجن، بيقول لك إن لمسنا السماء، رحنا لمسنا السماء، في مع العلم انه السماء ما بتتلمش، ما فيش حاجه ماديه اسمها السماء اصلا، وان لمسنا السماء فوجدناها ملئت حرسا شديدا وشهوبا. احنا كنا بنسمع قبل مجيء محمد، لكن دلوقتي ما دام محمد اجا رحنا نسمع، نخطف لنا شويه معلومات، هاكرز يعني، الهاكرز بتاع السماء، نخطف لنا شوية معلومات، وجدناها ملئت حرسا شديدا وشهوبا، وإن كنا نقعد منها مقاعد للسمع، فمن يستمع الآن يجد له شهابا رصدا. بيقول لك إنه بيضربوا ربنا بالنجوم. تعرف الكلام ده، ده يدل على شخص لا يفهم إطلاقا في علم الفلك، مش ممكن يكون ربنا. أقول لك إيه الفرق بين النجوم، بس عشان أوضح للناس اللي ممكن ما عندهاش معلومات علمية على الموضوع. الشهب عبارة عن أجسام صلبة صغيرة، ممكن تكون مثل حبة الرمل، وممكن تكون مثل الكوباية دي، وممكن تكون متر، ده حدها، ده أقصى حدها، وبعض الناس دخلوا فيها 10 متر، بتكون تسبح في الفضاء. لما الأرض تيجي، أنا كان نفسي الصورة تطلع على الشاشة عشان الناس يشوفوها، بس ما مش قادرين. لكن لو مع دوران الأرض، لو جت، مش الشهب اللي بتيجي، دي أجسام صلبة بتسبح، لو الأرض جت جنب الأجسام الصلبة دي بتدخل محيطها الجوي، على بعد 100 كيلو بتصير مضيئة بسبب الاحتكاك وسرعة الضوء. 100 كيلو متر بس، يعني لا شياطين ولا حاجة بنشوفها احنا، اغلبها يتفتت لا يصل للأرض، بعضها يصل للأرض. دي الشهب. ايه النجوم بقى؟ النجوم يقولك دوس هيطلع، خليني اشوف اف فايل. النجوم، انا دخلت بس ما فيش. جات. ايوه، دي الاجسام الصلبه بتسبح في الفضاء، بتخش على المحيط، بتوقع، بتصير شهب. دي بعدها عن الارض ازاي بنشوفها؟ 100 كيلو. طب نيجي لي والنيازك، انا قلت الشهاب هو شعاع ضوئي مرئي يتكون عندما يخترق النيزك الغلاف الجوي. نيجي للنجوم بقى، احجام النجوم يا شيخ طارق، أصغر أو النجوم متوسطة الحجم هي الشمس، الشمس نجم. تعرف قد إيه حجم الأرض؟ الشمس 1,300,000 أرض تخش جوه الشمس، 1,300,000 أرض. ربنا بيقول لنا في القرآن بحسب المسلمين أنه ربنا بيرجم الشياطين، هو الشياطين حجمها قد إيه؟ أنا بقول لك 1,300,000 أرض، 300,000 أرض بتخش في الشمس. ربنا عامل النجوم بيرجم بيها الشياطين، وهي حجمها بهذا الكم. في نجوم أكبر من الشمس، أنا عامل صورة كده، في نجوم أكبر من الشمس، شايفين حجم الشمس؟ ده قطر نجم اسمه نجم ذنب الدجاجة، ده 220 مرة حجم الشمس، 2600 سنة ضوئية بعيد من الأرض. بتقارنه بشهاب ل100 كيلو، 100 كيلو بعيد من الأرض، بتقول النجوم ده 220 مرة 1,300,000 أرض بيضرب بيه ربنا الشياطين. قولوا كلام غير كده، فين عمركم شفتوا نجم؟ حسب علم الفلك ما فيش نجم ضرب الأرض بالحجم ده، ما فيش. والقرآن بيقول لك والنجم إذا هوى، لو جيت على القرآن بيتكلم في نجم آخر اسمه 1,800 مرة حجم الشمس. القرآن بيقول لك والنجم إذا هوى، هوى فين؟ ده ما يقدرش يهوى على الأرض أصلاً بسبب الحجم.
وابل الشهب بقى، لو تكلمنا عن وابل الشهب دلوقتي بحسب العلم ممكن اقول لك امتى الشهب هتحصل. مثلا في 2015 هتحصل في 12 اغسطس و13 اغسطس، ممكن نشوف 100 شهاب في الساعه. هل الشياطين هتروح واحنا عارفين هذا الامر دلوقتي؟ الشياطين مش عارفه، هيروحوا ويستنوا لحد ما ربنا يبتدي يرجمهم في السماء؟ في واحد اسمه ليونايد ميتيور شاور هيحصل في نوفمبر، وفي واحد هيحصل في اكتوبر. هل ده كله موجود في القرآن؟ مش موجود. القرآن بيتكلم بصيغة بدائية تليق بشبه الجزيرة العربية منذ 1400 سنة. ده ليس كتاب الله خصوص. هل تقدر يا شيخ طارق تشرح موضوع النجوم من القرآن وتشرح للناس ايه دور الشهب؟ ليه يتكلم عنها القرآن بالسذاجة دي، بعدم العلم، حتى لا أقول جهلا بقواعد الفلك المعروفة الآن لدى الناس؟ أنا خلصت مداخلتي وأتمنى شكرا. الشيخ طارق يرد على هذه النقطة. أشكرك جدا. الأخ رشيد بيذكر أول سبب لرفضه للقرآن أن القرآن مليء بالأخطاء العلمية عكس ما يقال عن الإعجاز العلمي. طبعا موضوع الإعجاز العلمي ده هيكون في رد عليه علمي بالطريقة التفصيلية لتثبت أن العكس صحيح، أن القرآن مليء بالأخطاء العلمية. الشيخ طارق ذكر أن واحدة من أسباب اللي بتخليه يؤمن القرآن كلام الله هو الصياغة واللغة العربية اللي موجود بها القرآن. وأنا عايز أسأله، لو شكسبير الكتب بتاعته مكتوبة باللغة الإنجليزية بعبارتنا بالإنجليزية الفصحى، هل نعتبر كتب شكسبير لأن فيها صياغة إنجليزية رائعة جدا تعتبر من الله؟ هل في سبب آخر يخليك تؤمن أن القرآن كلام الله؟ 10 دقائق للشيخ طارق، اتفضل. حبيبي وقرة عيني أخويا رشيد، الله يخليك. شوف يا حبيبي، هذه النقطة أنت لازلت أنت كما قلت لك أخي الأصغر وحبيبي أيضا، وأنا معجب بك، الله يخليك. لكن عندما نقدم مادة للناس، يعني أنا مستعد اللي أنت قلته ده حضرتك كله هنهي بكليمات من القرآن. وهذا لإخواني المسيحيين عبر الأرض، عندما يقدم لكم مادة تخص الإسلام ينبغي أن تعودوا لعلماء الإسلام لتسمعوا منهم، لأن السيد رشيد ينطلق من منطلقات اللي هي إيه؟ القص واللصق وأخذ أجزاء وترك أجزاء. وسأبين فيما قال أخي وحبيبي أبو الرشد لماذا. خدوا بالكم يا إخواننا، أنا أحب أصح أننا مش قاعدين في معركة. الشيخ صبويل قال أن نحن في حوار، وأخويا السيد رشيد قال مناظرة ويهديها لأبويه، وأنا سعيد أن احنا نتواصل، وإن شاء الله إذا زرت المغرب أشرف بزيارة أبويك إن شاء الله. السيد رشيد حدد أن النجوم لا عمل لها سوى فقط إنها تتصيد الشياطين. ده اللي أشار إليه وقعد يقول العام لا يمكن أن يكون حجة. أولا عندما تقول إن الله لا يرسل النجوم على الشياطين أو بعضها على الشياطين، أنا أطالبك بالعكس، فلن تستطيع أن تقدم دليلا أن الله لا يفعل ذلك. لا تستطيع أن تقدم. لو أن الله غيبا يفعل ذلك أنت لن تستطيع أن تقدم ما ينقضه. لكن ده ليس موضوعنا. الموضوعنا فين؟ ربنا بيقول في القرآن إيه؟ في سورة النحل، وألقى في الأرض رواسي أن تميد بكم وأنهارا وسبلا لعلكم تهتدون وعلامات. انظروا يا أخوانا عشان أخويا رشيد بيقول إيه؟ وبالنجم هم يهتدون. بيقول وبالنجم، يبقى عمل النجوم في الأصل هداية الخلق في الطرقات، تستخدم للطيران، تستخدم للسفن، إذن النجوم عملها الرئيسية من نعم الله، لأن الله أنهى هذا، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. هذا من ناحية. ده ربنا قال أن من فضله على الخلائق والكون أن الناس لا تعرف قيمة مواقع النجوم وتأثيرتها، فيقول فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم. ثم يبقى إذن السيد رشيد عندما يحدد أن الشياطين الله جعل النجوم فقط عمل، هذه مغالطة للقرآن الكريم نفسه. وأما القول
بأن من كتب صياغة مثل شكسبير، هل شكسبير إذا كتب شيئا بالإنجليزية؟ أنا أقول بعض الأشياء اللي هي غيبيات. تصور أنت في الكتاب المقدس الله، الله المتعالي يكلف أنبياءه بالكذب على أنبياء الله حتى يحطم ملكا من ملوك إسرائيل، هل تتخيل هذا؟ الله يكلف قاعد وعجنده في السماء ويقول مين يضللي، فيجعل روح الله اللي هو جبريل ينزل على ألسنة الأنبياء أنبياء الله فيحولهم إلى كذبة. هل أحد يصدق أن الله يكلف بالكذب؟ هل هذا يليق؟ وانت ممكن تقول والله هذا ما في الكتاب المقدس وانا اؤمن به، انا ليس عندي دليل، لن استطيع ان اقدم الا عقلي الذي يرفض هذا الكلام. عندما اجد ان الله كانه يسير في حقل، في حقل ليبحث عن ادم، هو المعنى مجازي، لا تخشى لا اتكلم عن هذا، لكن عندما كانه يتمشى في حقل، وهو يتمشى في حقل فيبحث عن ادم ويعرف انه عريان، وبعدين بعد كده ربنا عز وجل، انا والله يا اخي رشيد تعرف يوم القيامة لو طلع ان ده هو الكتاب المقدس وان السيد المسيح هو الخلاص الوحيد لله، انا سأقول لله والله يا ربي انا سأحاسبك بالكتاب المقدس، هذا كلام رجل كذاب كذب عليك فسأتركه، وهذا الذي انزلته علي هو كلامك، فلو سمحت انا مش عايزك تبقى اله، انا عايزك تبقى انسان بقى زي ما خدت العشاء مع ابراهيم وكلت كويس، وأنا لا أدري إن كنت قد دخلت الحمام بعدها ولا لأ، وعايز أشوف حضرتك كمان لما دخلت معركة مع يعقوب عليه السلام وضربت واحدة تحت الحزام. أنا لا أتكلم عن الكلمات الآن، أنا أتكلم على الله ذاتا. هل ممكن أحد يصدق الله يدخل معركة مع إنسان في صورة إنسان ويعمل معه حركة غير رياضية، يضربه تحت الحزام في حق ساقه، وبعدين الحق الساق يطلع منه حكم ديني اسمه عرق النساء لا يجوز أن يؤكل؟ هل هذا أنت الله؟ إذا كنت أنت الله الذي قدسك محمد أيما تقديس وقال عنك الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. أنا لا أعرفك أيها الإله العظيم، لقد عرفني محمد أنك إله عظيم، فإذا أنت ترى نفسك كما وصفك الكتاب المقدس سأكلمك بالمغربية، اسمح لي تسمح لي أنا أراك غير مناسب، لأن محمدا إذا كان هذا هو الذي وصفك به وأنت وصفت نفسك بحالة الضعف هذه، فينبغي أن يكون محمد هو الذي خلقك، ما وأستغفر الله على هذه العبارات. لكن أنا أقارن بين كتابين فيهما هذا الرجل العظيم الذي يصف الله، وجعلوا له شركاء الجن وخلقهم وخرقوا له بنين وبنات بغير علم سبحانه وتعالى عما يصفون بديع السماوات والأرض أنى يكون له ولد ولم تكن له صاحبة وهو بكل شيء وخلق كل شيء وهو بكل شيء عليم ذلكم الله ربكم لا إله إلا هو خالق كل شيء فاعبدوه وهو على كل شيء وكيل لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير قد جاءكم بصائر من ربكم فمن أبصر فلنفسه ومن عمي فعليها وما أنا عليكم بحفيظ وكذلك نصرف الآيات وليقولوا درست ولنبينه لقوم يعلمون اتبع ما أوحي إليك من ربك لا إله إلا هو وأعرض عن المشركين. هذا محمد الذي جاء ليمجد رب العالمين، ما مصلحته أن يخترع قصص النجوم وتضرب الشياطين وتفعل وتفعل. لو كنت أنا مكانه مدعياً
ما تطرقت إلى هذه القضايا ولا اقتربت منها، لكنه يتبع ما يوحى إليه، وهو يقول: وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قال الذين لا يرجون لقاءنا ائت بقرآن غير هذا أو بدله، قل ما يكون لي أن أبدله من تلقاء نفسي، إن أتبع إلا ما يوحى إلي إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم، قل لو شاء الله ما تلوته عليكم ولا أدراكم به فقد لبست فيكم عمرا من قبله أفلا تعقلون. لقد كنت محمدا 40 سنة ما سمع لي أحد بيت شعر، ما سمع لي أحد خطبة عصماء، ما كنت مفوها بينكم. هل الإنسان يتحول إلى أديب ساحر يعجز من أمامه في عباراته؟ إن محمدا عندما يستلم الوحي الذي أنت تشير إليه والقرآن أن يقول له: يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر والرجز فهجر ولا تمنن تستكثر ولربك فاصبر، يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا نصفه أو انقص منه قليلا أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا، إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوى مقيلا نون والقلم وما يسطرون ما أنت بنعمة ربك بمجنون وإن لك لأجرا غير ممنون وإنك لعلى خلق عظيم. هذا الرجل الذي يعرض هذا الكلام وهذه الحجج ويناقش خصومة الذي أستدل بها على أن الإسلام الذي يقدم للناس اليوم ليس الإسلام الذي جاء به محمد، وأنا أتفق معك سيد رشيد إن الإسلام الذي يقدمه شيوخ السلفية إنه إسلام منفر، إسلام يجب أن يكفر به لأنه ليس الذي جاء من عند الله رب العالمين. شكرك. شكرا فضيلة الشيخ طارق، بس عندي تعليق لحضرتك. أنا بعتبرك شيخ مختلف عن باقي الشيوخ، لكن أنت بتكرر نفس المشكلة اللي بيكرروها الشيوخ معانا أو المسلمين في المداخلات. أنا النهاردة الموضوع بتاعي بكل صراحة: هل القرآن كلام الله؟ أنا بقترح، طبعا قول اللي أنت عايزه، بس أنا بقترح عليك بلاش نخش في مشاكل في التوراة، ممكن نعمل حلقة تانية عن التوراة والإنجيل ونتكلم زي ما احنا عايزين، وأنا هقول زي السيسي بحتفظ بحقي في الرد عليك الأسبوع الجاي طبعًا. على كل موضوع بتسيره عن طبعًا. التوراة طبعًا. لأن ده مش موضوعنا النهاردة، أنا نفسي لا نتكلم لا برضو عن محمد ولا عن المسلمين، أنا عايز أتكلم، عايزك تفهمني حضرتك مؤمن إن القرآن كلام الله ليه؟ أنا كتبت السبب الأولاني، السبب الثاني تاه مني سامحني، معرفش المشاهدين هيقول معلش هديك وقتك في الرد، لكن أنا بقول تعليقا بس. أنا نفسي أعرف أسباب شخصية ليك كمسلم مؤمن بالقرآن تقول لي القرآن كلام الله بسبب كذا وكذا وكذا. سيبك من التوراة، سيبك من الحاجات دي، نتكلم فيها مرة تاني وهرد عليك الأسبوع الجاي. أخي رشيد أنا خليني في نفس الموضوع، هل القرآن ليس كلام الله؟ ذكرت لي سبب خطير الأخطاء العلمية، هل في سبب آخر؟ تفضل 10 دقائق معاك، ونفسي قبل ما يبتدي التايمر على الهواء. اتمنى الكمبيوتر يكون شغال لانه عندي اشياء اعرضها. يا ريت المخرج يطلع الحاجات بتاعت الاخ رشيد لانه ده مهم عشان الناس يشوفوه ويتابعوا معي. اول حاجه، الشيخ طارق لن يستطيع الالتزام بالموضوع لسبب واحد وانا اعرفه، لا يستطيع ان يدافع عن القران، لازم يطعن في الكتاب المقدس لانه ليس لديه اسباب. طيب يا سيدي، لو اتفقت معك أن الكتاب المقدس غلطان يا سيدي وفي أخطاء، هل تستطيع من خلال أخطاء الكتاب المقدس أن تبرهن أن القرآن كلام الله؟ يعني واحد يقول لي القرآن كلام الله عشان كتابات شكسبير فيها أغلاط، ده منطق عجيب غريب. يعني الكتاب المقدس يطلع كلام الله عشان كتاب اليهود والنصارى فيه الكلام ده لا يبرهن أنه كلام الله. يعني المسلم الذي يشاهد الآن، هل أقنعته؟ أو المسلم الشكاك الذي يشك، أو الملحد، هل أقنعته الآن أن الكتاب المقدس كلام القرآن كلام الله؟ لم تقنعه، فقط طعنت في الكتاب المقدس. لماذا؟ لأنه ليس عندك أسباب، ليس عندك، كل الوقت ستطعن في الكتاب المقدس، هذا ما لديك. قلت بأنا قلت وظيفة النجوم فقط رجم الشياطين، هذا الكلام كذب علي مع احترامي لك، لم أقل فقط، كلمة فقط لم أقولها. قال العلماء، لاحظوا معي: وهو الذي جعل لكم النجوم لتهتدوا بها في ظلمات البر والبحر، قد فصلنا الآيات لقوم يعلمون. قال بعض السلف: من اعتقد في هذه النجوم غير 3،
واحدة منهم ذكرتها، فقد أخطأ وكذب على الله سبحانه. أن الله جعلها زينة للسماء رجوما للشياطين ويهتدى بها في ظلمات البر والبحر. إلى الآن لم تجب، هل الشهب نجوم؟ سؤال واضح صريح، أعطيك 30 ثانية تجاوب عليه يا سيدي. هل الشهب نجوم يرمي بها الله الشياطين؟ ليس عندي سوى هذا من الغيب الذي إذا قاله الله أسلم. هل أنت عندك ما يقول لا؟ لا. هل الشهب نجوم؟ حبيبي ليست نجوما. حبيبي أنت فاهم الدنيا غلط، أنت فاهم الدنيا. أنا لست فاهم الدنيا غلط، علماء الفلك يقولون لك. حبيبي كلمة النجم هذه لابد أن تفسر في سياقها التي سيقت فيها. لا حول الله، نجم لا تعني نجم. لا حبيبي، العلوم الفلكية يعني القمر، إذا قلت للناس هل القمر نجم أم لا يقول لك قمر، هو ما يعرفش أنه نجم. دي الوقت. لا هو الذي قال لي أرد عليك. طيب أقول لك حاجة، أنت لم تقل لي أرد عليك. لا استنى استنى، قول يا حبيبي. يقدر علماء الفلك، عارف قد إيه عدد النجوم؟ عدد النجوم في مجرتنا فقط 200 بليون نجم. 200 بليون. يقدر عدد العلماء عدد النجوم في الجانب المنظور من الكون بعشرة أس 29، واحد وراه 29 زيرو. القرآن يقول لي إيه؟ يقول لي إن الله حطها زينة للسماء. تعرف لما أرفع رأسي للسماء كم نجم ممكن أشوف؟ 5000 بالكثير زينة. الباقي حبيبي لا استنى استنى أنا أكمل لك. نعم. 10 نعم. أس 29 نعم. لا نراها. نعم. ليست زينة للسماء. نعم. سماء الدنيا لو سمحت. استنى سماء الدنيا. استنى ليست زينة يا سيدي، ما هو زينة لمين يعني؟ مين حيستمتع بيها؟ يستمتعوا بها الكائنات الفضائية. زينة في السماء لينا يعني الدنيا، احنا بنشوف 5000 بالعين. بس الدنيا يا اخويا رشيد، ما خليني اكمل. نعم انا خليتك تقول. نعم. في 200 بليون نجم بيقول لك للهداية يا سيدي، وقلت للهداية. الآن اخترعنا الجي بي اس، يبقى ربنا بدر النجوم كلها تبذير بقى. إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين، ربنا بذر النجوم. خلق 10 أس 29 نجم عشان يهدينا في البر والبحر. أمريكا والغرب اخترع جي بي اس من غير ما يخلق 10 أس 29 نجم. فإذا ربنا عمل حاجة for nothing، لأجل لا شيء. خلاص مش محتاجين نجوم، متشكرين يا رب، خلاص خد نجوم. نعم. دلوقتي عندنا جي بي اس. القرآن كتاب يعكس ثقافة شبه الجزيرة العربية. قلت محمد لماذا ذكر هذا الأمر؟ لأنه أخذها من شبه من معتقدات قومي. نعم. كان فاكر ممكن يضحك عليهم بالكلام ده، ما يقدرش يضحك علي أنا وأنا واخد شهادة جامعية وقرأت هذه الأمور. ما يقدرش. نعم. ما يقدرش. إذن تعليقي كالتالي، لم يعرف الفرق بين النجوم والشهب. نعم. واعتقد أن النجوم تسقط على الشياطين في حين أنها شهب تدخل المجال الجوي فتصير ملتهبة. اعتقد أن النجوم خلقت للهداية والزينة ورجوم للشياطين، وهذا الكلام أثبت كذبه. أجلي حاجة ثانية، الجبال. الشيخ طارق بيقول لي أنه الجبال من المعجزات بتاع القرآن. تعال أقول لك إيه اللي قال القرآن عن الجبال. خلق السماوات بغير عمد ترونها وألقى في الأرض رواسي أن تميد بكم. ماذا يقول القرآن؟ بيقول لك ربنا خلق الأرض وابتدت الأرض تضطرب بتهتز، فراح ربنا عمل إيه؟ ألقى الجبال. يا ريت المخرج ياخد للورقة دي. ألقى الجبال كده أوتاد تبتها بقى فصارت ما تهتش. كلام اضحك بيه على أبي جهل واضحك بيه على الناس قريش، ما تقدرش تضحك على الشباب اللي بيقرأ جيولوجي. إله القرآن محتاج دروس في الجيولوجيا، لأن الكلام ده يضحك عليه في الجامعات. والأرض مددناها وألقينا فيها. بتعرف إيه معنى ألقى يا شيخ طارق؟ معنى أنا ألقيت القلم، طرحته. وألقى فيها رواسية، يعني ربنا خلق الأرض في الأول وبعدين قال لها بص هي بتهتز، أنا حلقي فيها رواسي. أقول لك الجبال كمان، وألقى في الأرض رواسي أن تميد بكم، وجعلنا في الأرض رواسي أن تميد بهم. الكلام ده يكرر مرارا وتكرارا. تفسير الجبال يا سيدي، الجبال لا تتكون بالإلقاء ولم تتكون في ظرف واحد، كونت عبر ملايين السنين. إيه سبب تكونها؟ ناخد قطعتين كده
بيسموها الصفائح تكتونية، بتتلاقي مع بعض، تدرى في بعض، تهتز الجبال كده يا شيخ طارق. لم يلقيها أحد، لم تلقى من السماء الخارجية، لم تأتي من أي مكان. وأنا أعرض صورة جبل تكون بهذه الطريقة، ممكن نشوفه أهو، شايف الأرض معوجة كده. الجبال لم تتكون في مرحلة واحدة. مثلا جبال الأطلس في المغرب، حضرتك زرت المغرب، بيقول لك أنه أول مرحلة في 300 مليون سنة، ثاني مرحلة 66 مليون سنة، ثالث مرحلة استمرت من 66 مليون سنة إلى مليون ونص. يعني ما فيش حد ألقاها، تكونت بشوية بشوية، ما فيش الكلام ده. نيجي مثلا جبال الهيمالايا المشهورة دي، القارة الهندية، يعني الهند أو الجزيرة الهندية اللي كانت جزيرة، ضربت في القارة الأسيوية كده وطلعت الجبال. ممكن نشوفها هنا، كانت عبر ملايين السنين وطلعت الجبال. أهي قمة إيفرست، ممكن نشوفها قمة إيفرست في الصورة الثانية. الله يخليك، هذا الكمبيوتر اليوم عامل لي مشكلة. أيوة، قمة إيفرست أعلى قمم في جبال الهيمالايا، لحد الآن تزداد 8 مليمتر كل سنة، لم يلقيها أحد يا سيدي. كل مرة بتزداد، بتتكون الجبال. أعطيك حاجة تانية، في الجبال البركانية بتتكون من خلال بركان، زي عندكم في أمريكا هنا جبل سانت هيلينز في أمريكا في ولاية واشنطن، تكون بركان. ده تكون بس من 2200 سنة قمته، يعني مش من كتير، من عهد المسيح، قبل عهد المسيح بشوية. ودلوقتي في جبال بتتكون. تكون الجبال دليل على أن الأرض ليست ثابتة، يعني صفائحها بتتحرك. والقرآن بيقول لك أنا ثبتها، هي ما ثبتاش يا سيدي، تتحرك والأرض تدور، ليست ثابتة كما يقول القرآن، يعني هي تدور، حركة في ذاتها وحركة جواها برضو. يعني القرآن أخطأ على كل المعايير، لم يثبت لي أنه كتاب من عند الله. إله القرآن محتاج دروس في علم الفلك، محتاج دروس في علم الجيولوجيا، محتاج دروس. وحتكلم برضو عن الأدب اللي قلت أن الله يضل ولا ما يضل. أنا متأكد يا شيخ طارق، لم تقرأ التفاسير المسيحية للآيات التي أتيت تستشهد بها، لا عن يعقوب ولا عن غير يعقوب. ولو كان الوقت يسمح وكان الموضوع عن الكتاب المقدس، كنت ذكرت لك بالضبط أين أخطأت بالضبط. فأنت تعمل قراءة انتقائية، يعني أنا لما أروح أدرس النص القرآني، مع احترامي لك، أروح للطبري وابن كثير والقرطبي والجلالين والرازي وكلهم بشوفهم بيقولوا إيه. أنت واخد لي آية وجاي تجري بيها على البرنامج، عايز ترد على موضوع قرآني مش موضوع كتابي، ولا قرأت تفسير واحد أمام الناس أقول لك أي تفسير قرأت ليهم، سمي لي واحد حتى أعطيك الحق أنك فعلا تفهم ما تقول هذه الآية. أعطيني تفسير مسيحي واحد مرجع قرأته وفهمت منه الآية وأعطيت المسيحيين حقهم في الدفاع عن هذه العقائد. لم تقرأ، كل اللي جاي تعمله عايز ترد على القرآن كلام الله بالطعن في المسيحية. يا سيدي، طعنك في المسيحية لا يثبت أن القرآن كلام الله. أشكرك، شكرا أخي رشيد. وأنا متأسف أقول أن واحد من الشيوخ المسلمين من حوالي 3 أسابيع أعلن، وده موجود على الإنترنت ممكن نشوفه، أن الأرض مسطحة وأن الأرض لا تدور، وده في القرن 21، قرن العلم والأبحاث والأقمار الصناعية، ومازال العقلية في شيوخ كثيرين يتكلمون عن أخطاء علمية خطيرة ويقولون أن الأرض مسطحة وهي لا تتحرك. دلوقتي جه دور الشيخ الفاضل الشيخ طارق، وأنا بأكد عليه مرة تانية، الموضوع النهاردة اذكر لي أسباب بتخليك تؤمن أن القرآن كلام الله. حيث ذكرت أن الصياغة أو اللغة العربية الفصحى ده دليل، عايزين أدلة أخرى تثبت بيها أن القرآن كلام الله. فضل أخي الشيخ طارق. المشكلة طبعا فضلة الشيخ صمويل، أنا قلت له أنا أتكلم بالطريقة التي، لأني عندي مبدأ الشيء بالشيء يذكر، ضداني لما استحكم أو ضداني لما استظهر حسنة، والضد يظهر حسنه الضد. أنا أقول إنني سألقى الله يوم القيامة، وطبقا للسيد رشيد وطبقا لإخواني المسيحيين وطبقا للشيخ صمويل، أنا سألقى الله، ولو تبين أن الكتاب المقدس هو الخلاص أنا رحت في داهية. صحيح، والعكس صحيح. صحيح، يعني أنت سيد رشيد حبيبي، في فرق بينك وبين المسيحيين. المسيحيون نشأوا هكذا من أبوين، من في ظل وضع معين، أما أنت
كنت في وضع وخرجت منه، فأنت موقفك لو تبين أن القرآن كلام الله وأن محمدا الذي جاء به، لأننا لا نقول إن محمدا هو الخلاص كما تعرف، نقول إن الإيمان بالله والعمل الصالح هما الخلاص، وليس إنني أؤمن أن السيد المسيح فدى خطايا البشرية على الصليب. أنا لست في صدد إنني أطعن في الكتاب المقدس، أنت سمعت كليباتي وسمعت آرائي، أنا دائما أقارن في الأوضاع بطبيعتي بين ما جاء في القرآن الكريم وبين ما جاء في الكتب السابقة، ليس جديدا بمناسبة هذه الحلقة، ولا يستطيع أحد أن يصادر حقي في المقارنة. أنا أقارن كيف شئت، ولكم حق الرد وعمل 200 حلقة بعد كده. إنما أن أقول لك، هل أنا أستطيع أن أقول لك إن القرآن عندما دافع عن الله هذا يؤكد أنه كلام الله؟ عندما أقول إن محمدا دافع عن سمعة الأنبياء هذا يدل على أنه كلام الله؟ عندما أقول إن محمدا كان أرفق على البشرية من الكتاب المقدس، تسمح لي أخ رشيد، وأنت استخدمت لفظا يعني كان لا ينبغي أن يستخدم، وأقلت كذب، كلمة كذب كلمة غير موفقة، إنما أوضح. أنا أستشعر أحيانا أن داعش ليسوا نتاج القرآن بل هم نتاج الكتاب المقدس، دي قنبلة الآن. عندما أنت تقول اليوم عندنا من يحرق الدواعش، هل القرآن أمر بحرق أحد؟ لا، الكتاب المقدس هو الذي أمر بأمر الرب الذي هو السيد يسوع المسيح عندك، هو الذي أمر في فترة من الفترات بحرق الناس. بنت الكاهن إذا زنت تحرق، إذا تزوج رجل امرأة وأمها يحرقان جميعا، إذا عبد الأصنام يحرقون. من الذي نفذ هذا؟ إن محمدا اليوم نحن الدواعش حتى خالفوا الآية التي أنت دائما تأتي بها لتفضح عرضنا، اللي هي اللي بتتكلم قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم ولا يحرمون ما حرم الله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. إنني كنت أستميح داعش حتى كانوا طبقوها على المسيحيين الغلابة الذين قتلوا ظلما وزورا هذا الأسبوع، إنهم قتلوهم. لماذا لم يعرضوا عليهم حتى بفهمهم العقيم للقرآن؟ لماذا لم يعرضوا عليهم إما أن يسلموا أو يدفعوا الجزية أو يقتلوا؟ بل ذبحوهم، ذبحوهم. هل هذا باسم القرآن؟ لكن أقول لك، عندما يأمر الرب في القرآن في الكتاب المقدس، عندما تذهبون إلى قرية ويعبدون الأصنام اقتلوهم وحرقوهم واعملوا تلالهم وحرقوا البلد بمن فيها، ونفذ هذا فعليا. عندما أقول هذا ما أمر به الرب موسى، فكيف لم يأمر محمدا؟ من الأرفق يا رب العالمين؟ أنت أرفق أم محمد؟ إن محمدا جاء ليصنع لك مجدا حقيقيا، جاء ليحسن سمعتك التي اختلت يوما ما عندما كنت تأمر بالحرق باسمك أنت، وتأمر بالقتل، وتأمر بالذبح باسمك أنت. أنت الله. أنا أتحدث ليس للمسيحيين اليوم، أنا اليوم كأني أمام رب العالمين يأتي ليلقيني في جهنم لأنني لم أؤمن أن السيد المسيح هو الخلاص. إن رسالة يعقوب في هذا الكتاب المقدس هي نفسها ما جاء عن محمد بن عبد الله الذي جعل الخلاص بوضوح في رسالة يعقوب. ارجع إلى رسالة يعقوب وانظر ماذا يقول يعقوب وهو في غاية الروعة وفي غاية طلع لي يعقوب. إن يعقوب في غاية الروعة يعلن أن ما جاء محمد به هو الخلاص الحقيقي، ليس فيه فداء على الصليب وليس فيه انظر إلى يعقوب وروعته، انظر إلى يعقوب وروعته. يقول إذا يا إخوتي، يا إخوتي ما المنفعة؟ انظر إلى تعبيره، إنه يأتي إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات، الخلاص في الإيمان والعمل الصالح. ما المنفعة يا إخوتي إن قال أحد أن له إيمانا ولكن ليس له أعمال؟ هل يقدر الإيمان أن يخلصه؟
إن كان أخ وأخت عريانين ومعتازين للقوت اليوم فقال لهم أحدكم امضيا بسلام استدفئا واشبعا ولكن لم تعطوهما حاجات الجسد فما الفا. هكذا الإيمان أيضا إن لم يكن له أعمال ميت في ذاته، لكن يقول قائل أنت لك إيمان وأنا لي أعمال، أرني إيمانك بدون أعمالك وأنا أريك بأعمالي إيماني. أنت تؤمن أن الله واحد، الله أكبر، الله أن الله واحد، يعني إذا بيتكلم عن الله الواحد، الله واحد لا شك. كمل كمل أساس حسناً والشياطين برد. نعم نعم، إذا الإيمان بالله وحده هو نصف الخلاص. الشياطين برضو بتؤمن. كمل الآية. كمل الآية. إبليس يؤمن بالله وقوته، دي عايزة. والشياطين يؤمنون ويقشعرون. ولكن هل تريد أن تعلم أيها الإنسان الباطل أن الإيمان، ما هو الإيمان؟ أن تؤمن بالله وحده، أن تؤمن بالله وحده، ليس أن تقول وتؤمن أن السيد المسيح على الصليب قد افتدى خطايا البشرية. إن نصف الإيمان أو نصف الخلاص أن تؤمن بالله وحده. ثم من عمل صالحا منكم من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. هذا كلام رسالة يعقوب. يعقوب إنني أرفع القبعة له لأنه يتناسب تماما مع الإيمان الذي جاء به محمد صلى الله عليه وآله وسلم. إن الإيمان بدون أعمال ميت. ألم يتبرر إبراهيم أبونا بالأعمال إذ قدم إسحاق ابنه على المذبح؟ فترى أن الإيمان عمل مع أعماله، وبالأعمال أكمل الإيمان. وتم الكتاب القائل فآمن إبراهيم بالله فحسب له برا ودعي خليل الله. إن إبراهيم يدعى خليل الله كما جاء في القرآن واتخذ الله إبراهيم خليلا. هذا الكلام هو الذي جاء به محمد. إن الكتاب المقدس في بعض زواياه وكثير من زواياه يبين أن هذا الكتاب يقينا ما خرج عن الجادة وما خرج عن طريق الرحمن. إن محمدا، إن الكتاب المقدس، إن محمدا لم يأتي في قرآنه المرتد يقتل، لكن الله ربك المسيح السيد المسيح اليسوع أمر في فترة من فترات أن من يرتد يقتل، لكن محمدا في قرآنه لم يفعل ذلك. إن هذا الكتاب عندما تقارنه بالرحمن بالذي جاء في القرآن الكريم نجد أن هذا يرتقي آلاف المرات عن هذا الكتاب. وأنا لا أستحي، لكن ليس هذا معناه أن الكتاب ليس من عند الله. إنني أتمتع بالكتاب المقدس، أتمتع بالعبر، أتمتع بالحكم، لكن عندما أجد للأحكام أجد أن الله حين قال النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حمل قلته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. إن محمدا الذي جاء يوما ما في الصحراء وحيدا هو الذي صنع أمة منها طارق يجلس اليوم، وأنت كنت يا سيد رشيد يوما واحدا منهم، لكنك اقتنعت بغير ذلك فلك، وغدا نلقى الله. إما أن تكون أنت على الحق أو أكون أنا. وحينئذ أنا أدعو الله، اللهم إن كان رشيد على الحق فاهدني إلى حقه، وإن كان رشيد على الباطل فاهده إلى حقي، حق محمد الذي أساء إليه من حين لآخر. أشكرك فضيلة الشيخ طارق، بس لا مهرب مما يفعله المسلمون الآن في كل العالم. الإسلام الحقيقي هو اللي بنشوفه على شاشات التلفزيون، وداعش والقاعدة وأنصار الإسلام وكل دولة هم بيقدمونا الإسلام الحقيقي الحرفي. احنا ملناش دعوة بالتطبيق، مهما نتناقش او الشيخ طارق يقول الآيات القتل دي ما بتدفعش الناس للقتل، اخواتنا المسلمين اللي بيطبقوا القرآن حرفيا هم اللي بيقتلوا كل يوم وبيدبحوا، ودبحوا 21 مسيحي في ليبيا وحرقوا الطيار، والكثير من الحاجات دي هنشوفها خلال الشهور والسنين القادمة. ان ده هذا هو الاسلام الحقيقي. الاسلام اللي بيقول عليه الشيخ طارق ده اسلام اختياري متناسب مع الغرب. لكن المشكلة الاساسية النهاردة اللي انا شايفها مع الشيخ طارق يا جماعة،
أنا عايز أي حد مسلم يقدم لي أسباب تقنعني أن القرآن كلام الله. موضوع التوراة هنتكلم فيه بالتفصيل. الآيات اللي تفضل الشيخ طارق وقراها في رسالة يعقوب بتقول حقيقة مهمة لكل مسيحي مؤمن: وريني إيمانك بأعمالك. ما ينفعش تقول لي أن أنت مؤمن بالله وتكره الآخر أو تقتل الآخر أو تكون تصرفاتك لا تليق أو تتناسب مع إيمانك بالله. اللي يؤمن بالله بيحب الله، بيحب كل الناس، ودليل إيماني أنا الشخصي بأن أنا بحب الله وأؤمن بالله أن أنا بحب أخويا الشيخ طارق من كل قلبي وبحترمه وبجيبه في البرنامج وبتحدى أي قنوات إسلامية تعمل كده، لأن أنا بحب الله وبحب كل إنسان خلقه الله حتى المختلفين وحتى الدواعش بنصلي من أجلهم أن ربنا يرحمهم ويتوبهم ويرجعهم عن الطريق الشرير. أما أن إحنا نهرب من الحقيقة، يا شيخ طارق أنا بطلبك قبل ما نطلع لفاصل عشان الساعة الثانية نتكلم فيها مع بعض، هنطلع لفاصل دلوقتي، لكن أرجو أن إحنا نركز على الموضوع. يا أخ رشيد أنا عايز أسباب بتقول أنك أنت بترفض القرآن أنه كلام الله للأسباب الآتية. حضرتك ذكرت لنا سببين: السبب الأولاني الأخطاء العلمية، السبب الثاني أن القرآن بيعكس مجرد ثقافة الجزيرة العربية. عايزين أسباب أخرى ليه بترفض أن القرآن كلام الله. نخرج لفاصل ونرجع نستكمل حوارنا الرائع مع الضيوف الرائعين فضيلة الشيخ طارق والأخ رشيد. نخرج لفاصل ونعود. تفتكر ايه سبب كل اللي بتمر بيه بلادنا؟ سوريا، لبنان، مصر والعراق وغيرها كتير. السبب ان في ناس كتير ما تعرفش يسوع، في ناس ما تعرفش المحبة، ما تعلمتهاش، ما اختبروش المحبة ولا عاشوها. وتاني وصية: وتحب قريبك. احنا بنحبك جدا جدا جدا. ان الله محبة. لو نجحنا اننا نزرع المحبة بدل الكره والعمر، بلدنا هتتغير، هيبقى فيها شاركنا زرع المحبة في بلدنا. أهلا بكم أعزائي المشاهدين، نكمل حوارنا الشيق عن موضوع في غاية الأهمية: هل القرآن كلام الله؟ في 3.5 مليار مسيحي ومسلم في العالم، لازم نوصل لحل نهائي. يا إما المسيح والكتاب المقدس صح،
يا إما القرآن ومحمد صح، ما ينفعش الاثنين. عشان كده أنا بقول من كل قلبي نفسي نستمر في حوار دائم مع بعضينا مسلمين ومسيحيين، نسمع لبعض ونتناقش بحرية بس بكل احترام، محدش يزعل من التاني. احنا مش بنهاجم حد ولا نجرح حد، احنا عايزين نعرف الحقيقة. هندي لكل واحد من الضيوف اللي معانا النهاردة 5 دقايق بدل 10 دقايق عشان يبقى اللقاء أسرع. فجي وقت الأخ رشيد، معلش هظلمك في 5 دقايق، لكن من دلوقتي ناخد 5 دقايق للرد. هل القرآن مش كلام الله؟ إيه الأسباب؟ القرآن ليس كلام الله. والشيخ طارق كل وقته سيقضيه في مهاجمة المسيحية. بصوا الشيخ طارق عمل إيه، هنشوف على الصورة صفين من الناس، لو تسمح المخرج يعرض لي الصورة كما هي. صفين من الناس، واحدين لابسين سود واحدين لابسين برتقالي. اللي لابسين برتقالي مسيحيين، أقباط مسيحيين أمنوا بالكتاب المقدس وعاشوا في الكنائس المسيحية. اللي لابسين أسود مسلمين، سمعوا كلامك، سمعوا كلام شيوخ تانيين، عاشوا في المساجد بيحفظوا قرآن بيرددوا كلمات محمد. الشيخ طارق عايز يقول لي أن السود مسيحيين والبرتقاليين مسلمين غصبا عنكم، حتى لو شفتهم بيتذبحوا وبيقولوا يا رب يسوع، وحتى لو شفتوا أمهاتهم بتغفر للناس وبتقول أنا بغفر للقاتلين. عايز يفهمنا أن إنتاج الكتاب المقدس هو السود، وإنتاج الإسلام هم الأورنج، هم البرتقالي. عيب عليك، حرام عليك، راعي مشاعر الناس. عايز يقول لك الكتاب المقدس أنشأ داعش. لا يا أخوي، ما كانوش يستشهدوا لا برسالة بطرس ولا رسالة يعقوب ولا بإنجيل يوحنا، كان يستشهدوا بآيات القرآن. إذا قلت أن محمد لم يقتل في حياته أي شخص، قلها أمام الناس. هل قتل يسوع بيده أي شخص؟ هل قتل يسوع؟ يسوع قال، أنت بتتكلم عن العهد القديم، أنا متأكد لم تقرأ تفسير المسيحية. أنا عندي إجازة في مقارنة الأديان، قرأت قرآن، قرأت مسيحية، قرأت تفسير دي ودي، واخترت المسيحية عن اقتناع، لأن عارف لو بقيت في الإسلام كنت داعشي مثلهم. المغرب في 2500 مغربي مع داعش، في السعودية 3000 تقريبا سعودي مع داعش، في تونس 3000 تونسي مع داعش، من مصر عندكم، دول ما أنتجهمش، لم يروحوا لكنائس. عمرك سمعت مسيحي واحد فجر نفسه؟ اعطيني مسيحي واحد في 20 مليون في مصر بس عندكم، ليه ما فجروش نفسهم؟ لأنه كل يوم بيسمعوا في الكنيسة أحبوا أعدائكم، باركوا لاعنيكم، صلوا من أجل الذين يسيئون إليكم. ما سمعوش اقتلوا اقتلوا. قلت أن القرآن بيقول ما تقتلوش، كانوا على الأقل عملوا معهم. يا أخي حرام عليك، وكأننا لا نعرف القرآن. سورة الأنفال بيقول لك ما كان للنبي أن يكون له أسرى. النبي مش لازم يكون عنده أسرى، ليه؟ حتى يدخن في الأرض، لازم يشبع الأرض دم حتى يكتر الدم. الإدخان هو كثرة القتل، لازم يكتر محمد من القتل، بعد ذلك يكون عنده أسرى. فهم عملوا اللي قالوا محمد. بص الصورة دي، هناك صفين من الناس، صف الإسلام ماسك سكاكين، صف المسيحية قاعد حيموت من أجل إيمانه، بيصرخ وبيقول يا رب يسوع. ده هو حقيقة الكتاب المقدس والقرآن. في صفين، وأمام المشاهدين الخيار دلوقتي، اختاروا صف الشهداء السلميين أو اختاروا صف الأسود الذي يعبر عن سواد القرآن وعن آياته وعن القتل الموجود فيه. أنت تريد أن تعطينا الإسلام كيوت، الإسلام لايت، الإسلام اللي ما فيش قتل، جود لك، حظ سعيد. في 99.99% من تاريخ الإسلام كان كله قتل. يعني يجي الشيخ طارق دلوقتي عايز يقول لنا لا 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 لا، كل تاريخ الإسلام غلط، واللي عملوه الصحابة غلط، واللي أنا جايب لكم دلوقتي الإسلام الكيوت، الإسلام الجديد، الفيرجن بتاع القرن 21، مش هيمشي، لأن تاريخكم مليء بهذا الأمر، مش هيمشي. خلينا أعطي بعض الأسباب السريعة حتى لا معاك دقيقة، معايا دقيقة، ما تحرمنيش من الدقيقة. من الذي يهديه الله؟ نشوف هنشوف إله القرآن اللي بيتغنى به الشيخ طارق. نقرأ، والله لا يهدي القوم الظالمين. يا ريت تحط الصورة سعادة المخرج. والله لا يهدي القوم الظالمين، والله لا يهدي القوم الكافرين، والله لا يهدي القوم الفاسقين، والله لا يهدي من هو كاذب كفار، إن الله لا يهدي من هو مسرف كذاب. مال بيهدي مين؟ حلو.
بيهدي مين؟ بيهديش عليك. ما بيهديش الكفر، ما بيهديش المسيحيين واليهود، ما بيهديش حد. بيهدي مين؟ أيوة كده. طيب حميني. إن الله لا يحب المعتدين. إن الله لا يحب كل كفار أتين. إن الله لا يحب الكافرين. إن الله لا يحب الظالمين. إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا. إن الله لا يحب من كان خوانا أتيما. إن الله لا يحب الخائنين ولا يحب المستكبرين. تعرف هو بيحب مين؟ بيحب مين؟ ده خلق 7 مليار بشر بيكره معظمهم، 90% بيكرههم. ده إله، ده إله القرآن اللي عايز تقول للناس ده الكتاب ده من عند ربنا. شكرا أخي رشيد، كلام جميل. شكرا جزيلا أخي رشيد، قدم لنا 3 أسباب بسببهم بيرفض أن يكون القرآن كلام الله. السبب الأولاني الأخطاء العلمية. السبب الثاني أن كل التعليم الموجودة فيه بتعكس الثقافة العربية. السبب الثالث والخطير والمنتشر هو أنتج لنا قتلة وعنف وكراهية لكل الشعوب، وأصبح المسلمين هم أحسن الناس، خير أمة أخرجت للأرض، والباقي كفرة ومشركين ولهمش لازمة. فضيلة الشيخ طارق من فضلك أرجوك أتوسل إليك، بديك 5 دقايق، عايزك تقدم لي أي أسباب تقول إن القرآن كلام الله. فضل حبيبي رشيد، فضل حميني كده يا ود، كده كلام حلو كده. أنا عايز أحمى الكلام ده والله، حمالي قوي لانه كلام جميل. بس عشان اقول بسرعه يا اخوانا، لم اقل ان المسيحيه ولا السيد المسيح مسؤول عن الدواعش. قلت الكتاب المقدس وقصدت العهد القديم، انما لم اقصد، بل المسيح عليه السلام نموذج في الطهر والعفاف والسماحه والاخلاق، دي منتهيه. فلم اتي اقول ان الدواعش نتاج السيد المسيح، لم يحدث ولم أقترب من هذا. ثم إن كلمة ألقى في الأرض رواسية، ألقى يعني أوجد، ليس معناه إن هو ثرو. ولو أنت حبيت تروح، أولم يرى الذين كفروا أن السماوات والأرض كانتا رتقا، كانوا قطعة واحدة، اللي هي نظرية البيج بان. وأنا كما قلت لك لا أعتمد، اسمعني، لا أتوقف. القرآن ليس كتاب علوم، وليس القرآن لا لا لا، دعك من اللي هم المرتزقة اللي هم قلبوا الدنيا، والسيد رشيد تعب نفسه في الرد عليهم. القضية التي ما فيهوش إعجاز علمي، لا 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 لا، الكلام ده هو يعطي إشارات، سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم. يعني تجيلك حاجة بعد عشرات السنين أو مئات السنين لا يمكن يكون محمد يكون عارفها في هذا الوقت، ده ليس محل إعجاز، ده إشارة إن هذا الكلام كان من عند الله، لكن ليس محل، ليس هو الإعجاز. كما أنا دائما أقول اللغة العربية في القرآن ليست محل إعجاز، لأنها ليست معجزة أمام غير العربي، يعني فغير العربي مسؤول، هو لا يعرف العربية. خلينا بقى أرد على الآيات اللي حضرتك. إيه رأيكم يا أخوانا إن الإسلام في القرآن اللي حضرتك التقطت منه الآية، التقطت يسخنها في الأرض، لكن ما التقطتش منه يا سيد رشيد، فإما منا بعد وإما فداء حتى تضع الحرب أوزارها. لا، ما التقطتش منه إن أنا أخرج ما في فمي الجميل لأطعم به الأسير، ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا. هذا الأسير كان حريصا أن يقتلني قبل دقائق، فلما وقع في يدي أسير أخرجت الطعام الذي أحبه وأعطيته إياه. هذا هو الطريق الذي ينبغي. عندما تضع صورة، دائما أنا أعلم المسلمين حتى لا تقول إسلام انتقائي، يعني لا لا، لابد أن ترى الصورة كاملة. لو حب واحد يسوء سمعة المسيح هيقول السيد المسيح قال على الناس الخراف الضالة، قال على الناس الكلاب، قال على الناس الخنازير، قال لأمه اسمعي يا امرأة، هل هذه لغة تليق بالسيد المسيح؟ هو يلتقط معنى ويريد أن يشوه السيد المسيح. لما ربنا في القرآن يجعلنا والذين آمنوا ولم يهاجروا، اسمع الآية دي كده يا سيد رشيد، حتى نعلم الدواعش ومن والاهم والسلفيين والوهابيين. والذين آمنوا ولم يهاجروا ما لكم من ولايتهم من شيء حتى يهاجروا. اسمع كده الآية دي في الأنفال كده، اللي انت بتقف عند الحاجات دي كتير قوي. وإن استنصروكم في الدين فعليكم النصر إلا على قوم بينكم وبينهم ميثاق. تصور لو أننا بيننا وبين الأمريكان حلف وميثاق، وهنا بعض المسلمين يضطهدون. الإسلام بنص القرآن يقول على المسلمين ألا ينصروا المسلمين، ألا ينصروهم. لماذا؟ لأنهم مع قوم بينهم وبينهم ميثاق. لماذا أنت تلتقط من القرآن التقاطات كما ممكن أن يلتقط أحد من الكتاب المقدس أو عن السيد المسيح ما يسيء إليه؟ أو ساعدنا أنت عندما أنت تصر أن هذا كما أخويا الشيخ صمويل قال، إن الإسلام هو ده الإسلام الحقيقي،
أنت تشجع الجانب المتطرف. دعك، نحن سنعيش على الأرض، لا نريد أن نحول الأرض إلى جحيم. عندما ترى صورة الإسلام وتلتقط من صورة التوبة وتلتقط من آيات القرآن، فين أين القتل؟ إن المسلمين ينبغي أن يكون معيارهم مع الخليقة: لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين. هذه الآية لو أن محمدا ناقضها سأقول لمحمد: أيها الغبي، أنك لا تفهم، تأتي لجراوند كما يقول، بيسك، يعني قاعدة أصيلة وضعتها في صورة في المدينة بعد العام السادس من الهجرة لتقول للناس: علاقتنا بغير المسلمين، بغير المسلمين، خد بالك، مسيحي، يهودي، ملحد، من أي جنس، طالما لم يخرجونا من ديارنا ولم يقاتلونا من أجل ديننا أن نبرهم ونتعامل معهم كما نتعامل مع والدينا. أنت تقول إن محمدا كان يضع دي لبعد سنة أو سنتين يأتي بصورة التوبة يقول: اقتلوا، اذبحوا، تخلصوا. هذا هو الفهم الذي أوصلنا لما نحن فيه. شكرا. ومات المساكين وقتلوا ظلما وزورا. شكرا شيخ طارق، بس استأذنك تقرأ لي سورة المائدة 33، ممكن أسمعها منك من فضلك؟ المائدة 33، تفضل. النص بيقول إيه؟ وشكرا جزيلا. المائدة 33، تفضل. آدي المائدة 33، تفضل. المائدة 33، المائدة فين يا عمنا؟ 33، آدي المائدة. أساعدك، أصل إحنا ما بنحفظش بالأرقام. مائدة 33: إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم. عايز تقول لي ده كلام الله؟ هذا كلام الله الذي يجب أن يطبق على الدواعش. خلينا إن الدواعش يجب أن يسحقوا. أشكرك بس خلينا نسمع الأخ رشيد. هذا نزل في الدواعش. هديك وقتك، خمس دقايق أخ رشيد، ليه القرآن مش كلام الله؟ تفضل. يعني الشيخ طارق عايز يقول لنا: ما اعملوا نفسكم مش شايفين آيات العنف وتكلموا بس عن الآيات المكية، اعملوا حالكم ما نزلتش التوبة والأنفال مش موجودة، تظاهروا بأنكم لم تقرأوا. ما جاوبتش لماذا قيل لمحمد ألا يتخذ أسرى حتى يدخن في الأرض، وجود آيات سلمية لا يلغي وجود آيات فيها عنف رهيب، لا يلغي الاستشهاد بالآيات السلمية، لا يلغي وجود آيات العنف. بينما في الكتاب المقدس الذي تهاجمه من الصبح وانت بادي المناظرة قال المسيح بلسانه: قد سمعتم أنه قيل للقدماء أما أنا فأقول لكم. يعني مرت مرحلة تاريخية رهيبة، انت بتكلم عن كلام من 3500 سنة، يعني يليق بظروف الناس في ذاك العصر، ومحدش قال لك احرق دلوقتي، لأنه بيؤمنوا بالمسيح الذي قال لهم: قد قيل للقدماء أما أنا فأقول لكم. قد سمعتم أنه قيل للقدماء، تتغاضى عن هذا الأمر واخد للقرآن، عايز تعملوا إسلام كيوت. القرآن بشري لأنه يتغير بتغير الظروف، لغته بشرية. يا أيها النبي حرض المؤمنين على القتال، إن يكن منكم 20 صابرون يغلبوا 200، وإن يكن منكم 100 يغلبوا 1000. أدي في الأنفال 65، بعد ما قدروش المسلمين قال لهم: عندكم 20 بيغلبوا 200، يعني واحد مقابل 10. قالوا له: ما نقدرش، تو ماتش، كتير علينا يا محمد. في الآية 66 تعرف قال لهم إيه؟ الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا. دلوقتي ربنا عارف أنكم ضعفاء، هيعمل لكم واحد مقابل 2، مش هيعمل لكم واحد مقابل 10. هو الله ما كانش يعرف قبل ما يعمل؟ الآن علم، الآن علم، أيوة، الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا. دلوقتي ربنا عرف، قبلها ما كانش عارف. خلينا نشوف تفسير علماء الإسلام للآية. لما نزلت هذه الآية تقولت على المسلمين: وأعظموا أن يقاتل 20، 200، و100 ألفا، فخفف الله عنهم فنسخها بالآية الأخرى. 65 نسختها 66، ليه؟ لأنه ربنا ما كانش يعرف أنه المسلمين ما يقدروش واحد يقابل 10، فنقص عليهم. يعني فيها إيه؟ أنه ربنا يعلم تاني ويغير رأيه، ما فيهاش حاجة، ما ده القرآن. لماذا جعل الله لإبليس سلطان على الناس في سورة سبأ
ولقد صدق عليهم إبليس ظنه فاتبعوا إلا فريقا من المؤمنين وما كان لهم عليهم من سلطان إلا لنعلم ربنا سلط إبليس على الناس حتى يعرف من يؤمن بالآخرة ممن هو منها في شك. خلينا أعطيك أحسن منها. لماذا جعل الله القبلة؟ وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه. لماذا غير الله القبلة؟ كانت اتجاه بيت المقدس كما يقول المسلمون وصار اتجاه البيت الحرام. لماذا غير القبلة؟ حتى يعرف، هو ما كانش عارف، حتى يعرف مين يتبع الرسول ومين ينقلب عليه. أعطيك أكثر من هذا. ثم بعثناهم، سورة الكهف بتكلم عن فتية الكهف، ثم بعثناهم لنعلم أي الحزبين أحصى لما لبثوا. ربنا بعث أهل الكهف حتى يعرف مين حيكون عنده العدد الصحيح للمدة التي لبثوا فيها. وبعدين نفس الشيء بيتكرر. أعطيك شيء آخر يدل على أن القرآن لغته بشرية، مش ربنا اللي كتبه، كتبه إنسان شخص. بيقول لك في الرحمن 31 سنفرغ لكم أيها التقلان. مين التقلان؟ هم الإنس والجن. ربنا بيقول لنا إيه؟ حاضر حفضلكم يا بشر ويا جن يا تقلين، أنا دلوقتي شوية مشغول، عندي شوية شغل، يعني حفضلكم بعد شوية. سنفرغ لكم، هذا كلام بشر، هذا كلام إله ولا كلام بشر؟ سنفرغ لكم. قال الطبري لأتفرغن لك وسأتفرغ لك. هذا هو الكتاب الذي يريدون أن يقولوا أنه ما تخافش الوقت لسه مش لأتفرغن لك. ربنا بيهددك وبيهددني وبيهدد البشر والجن، بيقول لهم حفضلكم، أنا حفضلكم لما أفضل من غغرادي. ده كلام بشر، ربنا ما كانش يعرف وصار يعرف، ما عايز يفضلنا، بقى عمل القبلة غيرها عشان يعرف مين حيتبع الرسول. وبعد كده تقول لي لا ده كلام السميع العليم وكان موجود في اللوح المحفوظ وربنا عارف بكل شيء، ده مش مظبوط. شكرا اخي رشيد، انا مسؤول عن التايمر مش انت، يعني خليك تاخد وقتك. طيب انا عايز اقول بس اللي قال الاخ رشيد ان هو بيرفض ان القران كلام الله لان لغته بشريه ويتغير بتغيير الظروف وفي الناسخ والمنسوخ. فضيله الشيخ طارق قدم لي اي سبب يقول ان القران كلام الله. تفضل. حلو، انا سعيد جدا النهارده باخويا رشيد، ده دم وشربات وبيقول كلام زي الفل. الله والله العظيم هتسمع اكتر. لا سمعني لان انا منتظر اسمع. ساطربك والله. لا حلو والله، ايوه اطربني، خد بالك. السيد رشيد وهو يتكلم، ايوه الكاميرا هنا يا سيدي، احنا قاعدين في قعده وديه. من اللطائف، من اللطائف اللي اخويا رشيد قالها ان هو نفسه ناقض نفسه بطريقة عجيبة. عندما قلنا أن الكتاب المقدس في العهد القديم قال أقتل وأذبح وأحرق و و و و و و، فإذا به يقول إن الظروف تغيرت. الظروف تغيرت يعني نسخ، إن سيد المسيح نسخ ما جاء في العهد القديم. إذن كيف يلام الإسلام على النسخ؟ وهذا هو النسخ بين العهد القديم والعهد الجديد، وأنا أوافقك، هذا نوع من أنواع النسخ، إلغاء الحكم السابق التي تغيرت ظروفه. تعال نشوف عالمة دي، لأني سمعتك وانت بتقولها وانت شربات فيها على قناة الحياة. عالمة دي، خد بالك يا أخوانا، العلم عندما يريد الله أن يستخدمه، اسمع كده، أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين. لما يعني لسه معرفش. العلم حبيبي الذي يستخدمه الله هو الظهور الخارجي. انظر وحبين لك، وليعلم المؤمنين ويعلم المؤمنين وما أصابكم يوم التقى الجمعان فبإذن الله، وليعلم المؤمنين وليعلم الذين نافقوا وقيل لهم تعالوا قاتلوا في سبيل الله أو ادفعوا قالوا لو نعلم قتالا لاتبعناكم هم للكفر يومئذ أقرب منهم للإيمان والله أعلم بما يكتمون. يبقى شفت، هو بيقول أعلم بما يكتمون، وفي المقدمة بيقول أنا لسه عايز أعرف. تعال أوريها لك مع آدم لما ربنا قال للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة، وبعدين قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء، قالوا رد عليهم قال إني أعلم ما لا تعلمون، وعلم آدم الأسماء كلها
ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين. قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. قال يا آدم أنبئهم بأسمائهم. فلما أنبأهم بأسمائهم قال ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون. ده محمد ده بيزب المزورة. لو هو اللي بيكتب ده المفروض ربنا يعينه يوم القيامة تقول له محمد أنا جنبك بس مش حاجة. دي انت دقيق دقة عجيبة جدا. الآيات تقاس بالمزورة بالمليمتر. أعلم ما تبدون. إذن العلم حبيبي هو العلم الظهوري الذي يحاسب به العباد عندما يخطئون. عندما يخطئ العبد ويتلبس بمصيبة هنا. لأن لو ربنا قال هو ربنا كان يعرف أن إبليس مش هيسجد ولا لا. كان يعلم أن إبليس لن يفعل وسيخرج أولاد آدم من الجنة. كان يعلم آدم وزوجته من الجنة. كان يعلم. لكن لو أنه ربنا إجا لإبليس وقال له إيه؟ أنت بايظ واطلع بره. هيقول له مين اللي قال؟ ده أنا ما فيش مني اتنين. ده أنا ساجد عابد. فلما تلبس بالعمل صار علم الله الذي من خلاله يحاسب العباد. انظر إلى دقة العبارات يا أخي رشيد. أنت ضحية للتفسيرات الإسلامية. أنت نتاج التفسيرات الإسلامية. تظن أنني جيت أبيع مضاعة للإسلام؟ أنا لست رسولا لست نبيا لكن أنا أفهم النصوص وفق المعايير التي قررها الله رب العالمين. فأنت ما تجيش تقول إن آية الأنفال أو آية أنا الآية التي قرأتها لك يا أخي رشيد حبيبي وقرة عيني كانت من سورة الأنفال. ما لكم وإن استنصروكم في الدين فعليكم النصر إلا على قوم بينكم وبينهم ميثاق. هذه من الأنفال من التوبة. وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه مأمنة. إلا الذين عاهدتم من المشركين ثم لم ينقصوكم شيئا ولم يظاهروا عليكم أحدا فأتموا عليهم إليهم عهدهم إلى مدتهم إن الله يحب المتقين. كيف يكون للمشركين عهد عند الله وعند رسوله إلا الذين عاهدتم عند المسجد الحرام فما استقاموا لكم فاستقيموا لهم إن الله يحب المتقين. هذا في التوبة. لماذا نلتقط من الآيات ما يدعم الدواعش ويدعم الفكر المتطرف؟ إنني أدعوك لإعادة قراءة الإسلام من جديد وفق المعطيات الجديدة لعل الله أن يرزقك الهدى والفلاح والنجاح كما أحب أن يرزقني الفلاح والنجاح أيضا. شكرا لفضيلة الشيخ طارق. ونفسي حضرتك تتعب وتقرأ لنا سورة التوبة 5 وسورة التوبة 29. وفي نفس الوقت عايز أقول لك أن أنت يعني فتحت على نفسك مشكلة. قلت أن احنا عندنا ناسخ ومنسوخ لكن احنا ما عندناش ناسخ ومنسوخ. المسيح لم ينسخ بالعهد الجديد العهد القديم. وصديقك القسيس أمير شوقي هيرد عليك الأسبوع الجاي ومن حقك تتصل أو تخش على السكايب وتعلق أن احنا هنطرح هذا الموضوع على الهواء في الأسبوع القادم. نتكلم. أنا آسف مفيش مكالمات النهاردة عشان الوقت بيجري. لو سمحت إقرأ لي التوبة عدد 5 وعدد 29 وبعدين توبة. نسمع تعليق من الأخ رشيد. طيب. في أسباب تانية التوبة بتخليك تنفذ التوبة 5 كلام الله. تعال أنا أريد أن يحطوا لي القرآن. أهو التوبة دي سورة السيف. اسمع فإذا انسلخ الأشهر الحرم أيوة. فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم. خلينا نسمع. أنت سألتني لأجيب. الآية التي قبلها تقول إلا الذين عاهدتم من المشركين ثم لم ينقصوكم شيئا ولم يظاهروا عليكم أحدا فأتموا إليهم عهدهم إلى مدتهم. الآية التي تليها وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله. الآية التي تليها كيف يكون للمشركين عهد عند الله وعند رسوله إلا الذين عاهدتم عند المسجد الحرام فما استقاموا لكم فاستقيموا لهم. أما 19 29 قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. إنها تتحدث عن قاتلوا أولئك الذين يرفعون السلاح التي قال الله عنها إنما ينهاكم الله عن الذين قاتلوكم في الدين وأخرجوكم من دياركم وظاهروا على إخراجكم أن تولوهم ومن يتولهم منكم فأولئك هم الظالمون. إنها تتكلم عن هذا المعنى. شكرا فضيلة الشيخ. أعزائي المشاهدين سورة التوبة وعدد 5 وعدد 29 هو السبب الرئيسي والأساسي لقتل المسيحيين في مصر خلال 1400 سنة. لو قدمنا عدد الناس اللي ماتوا انتوا شفتوا 21 واحد وكل العالم انزعج لأن دلوقتي في فيديو وفي انترنت. لكن خلال 1400 سنة استخدموا سورة التوبة 5 و29 لقتل المسيحيين في كل العالم
والمذبحة اللي حصلت في تركيا وقام الأتراك المسلمين بإبادة الأرمن حوالي 1 أو 2 مليون زي ما بيقول البعض، كانت تبقى حاجة رهيبة على العالم. وما سيحدث في الشهور القادمة والسنوات القليلة القادمة من قيام المسلمين حول العالم بقتل المسيحيين في نيجيريا وفي الصومال وفي أماكن مختلفة من العالم وكل الدول العربية، وعايزين يبيدوا كل المسيحيين في الشرق الأوسط نتيجة سورة التوبة 25، وبيقولوا إن ده كلام ربنا، مش ممكن ربنا يؤمر إنسان بقتل إنسان آخر. يا جماعة مش ممكن يكون القرآن كلام الله وهو في مثل هذه الآيات. أخي رشيد 5 دقايق، ليه القرآن مش كلام الله؟ معلش أنا كان نفسي كان نفسي حاجة ضرتني وضرت أهلي وضرت اللي حصل في مصر. نعم البلطجة باسم الإسلام، أنا ماليش دعوة، دي بيقولوا القرآن بيقول كده وعلمهم كده، وكانوا بيقتلوا ويحطوا سورة التوبة ويقول لك ما كنتش تدفع جزية في مصر. ظلم. واللي حصل في الصعيد وأنا رحت وشفت بنفسي المسلمين بيقتلوا المسيحيين. ظلم. ده كلام ربنا. ظلم. شيخ صمويل أنا لو حكمت مصر لأبحت للمسيحيين أن يكرزوا وأن يوزعوا فلاير وأن يبلغوا دعوتهم للناس، هذا حق المسيحيين في كل مكان كما هو حق المسلمين في كل مكان. هيقتلوك للأسف يا جماعة. المسلمين هيقتلوك. إيه موضوع المناظرة؟ أنا عايز أعرف كلام الله. أنا شايف أنه مش ما بنناقش موضوع، هنناقش التوبة. أنا بحاول ألتزم بالموضوع قدر الإمكان، فأطالب المودريتور وأطالب الشيخ طارق الاثنين الالتزام بالموضوع. الشيخ طارق يقول عايزنا نقول نعلم، ما صارتش نعلم، نعلم صارت شيء تاني. لا ظهور. طب استنى سورة الأنعام 33، قد نعلم إنه لا يحزنك الذي يقولون. لا يحزنك. لا يحزنك. الذي يقولون. طب إيه هي؟ إيه؟ ولقد نعلم أنك يضيق صدرك. صدرك. نحن بنعرف. ولقد نعلم أنهم يقولون إنما يعلمه بشر. بشر. نعم. ونعطيك فلا يحزنك قولهم إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون. طيب نعلم هي نعلم. كفاية لف ودوران. لا حبيبي. الوضع المكان. طب معلش انت تريد ان تنتقد المسيحيه انه فيها نسخ. بصوا لا 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 انا ما قلتش ان المسيحيه فيها نسخ، انا قلت فيها تدرج في التشريع. 3500 سنه هو ده النسخ. 3500 سنه. استنى. نعم. البشرية تتقدم بتقدم السنين، واتكلم عن الاف السنين، ما بتكلمش عن واحد في تاني يوم كان بينسخ. في تاني يوم ما كانش يعرف انه واحد مش هيقدر يواجه 10، فراح عامل لهم الآية اللي بعدها واحد يواجه 2. ده مش اسمه نسخ، ده اسمه ضحك على الناس. لانه ربنا بيعرف ده يوم ده يومين ده 3، نعطيهم شهر يا سيدي. انت بتقارنه بحاجة في 3500 سنة حد مجيء المسيح 1600 سنة بين الاثنين؟ ما بتقدرش. ده تدرج، البشرية تتدرج، ما تقدرش تقارن الاثنين. خليني أعود لماذا القرآن ليس كلام الله. لأن القرآن يجعل الله يقوم بعمل الشياطين. الشيخ طارق ذكر حتى أنه ربنا بيبعت حد يضل الناس، وما بعرف أنه هتجاوبه على الموضوع، لكن أنت لم ترى السياق، دي كانت رؤية. معلش هنمشيها لك. طب نيجي للقرآن. طب ايه رايك؟ لا 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 انا ساقاطعه. لو تبين ان هذه كانت رؤيه ساعلن تنصلي. معلش معلش شوف يا اخوانا ساكون مسيحيا. انا اعلن اهو لو تبين ان دي كانت رؤيه في حلم في المنام ساعلن مسيحيتي. مش حلم في المنام، انا بقول لك رؤيه. ومن يعشو. طب جاوب على دي. نعم. انا بقول لك دايما انا ستيك تو ذا توبيك. نعم. التزم بالموضوع. نعم. لأنك بتجيب المسيحية ما عندكش حاجة تدافع بيها عن القرآن، وأنا قلتها لك من بداية المناظرة. نعم. لأن القرآن يجعل الله يقوم بعمل الشيطان. ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيد له شيطانا فهو له قرين. ربنا بيعمل إيه؟ بيحط واحد، بيجيب واحد مخصوص بادي جارد شيطان بقى، بيقول له تعالى أنا بعطيك الكافر ده، خليك متخصص في إغواء الكافر ده، وبيقول لك أنا ما بتبعش شخص يضل الناس. أهو واحد متخصص تعيين شياطين لإضلال الناس. أقول لك كمان، ألم ترى أن أرسلنا الشياطين على الكافرين تؤزهم أزا؟
ما شفتش يا محمد، ربنا بيفتخر بيقول له ما شفتش يا محمد قد ايه انا ام كول، انا كول، انا رب كول، انا ببعت الشياطين على اهل الكفر تحركهم بالاغواء والاضلال، شفتني انا شاطر قوي. يعني ربنا اللي بيغوي المسيحيين ما هم كفار، وربنا اللي بيغوي اليهود، وربنا اللي بيغوي الوثنيين، بيبعت مين؟ بيبعت الشياطين، ربنا اهو في مريم 83 ربنا بيبعت الشياطين للكافرين. قلت انك لن تؤمن باله بيعمل كده، طب خلاص ارمي القران دلوقتي، خلاص انت اشترطت على نفسك شرطا لا تستطيع الايفاء به، ارمي القران الان، لانه يقول ان الله يرسل الشياطين على الكافرين لتغويهم لاضلالهم. هذا ليس اله، هذا رب الشياطين، انه رب الشياطين بمعنى انه صاحب الشياطين، مرسل الشياطين. خليني اعطيك حاجه اخرى، فصلت 25 وقيدنا لهم قرناء فزينوا لهم ما بين ايديهم وما خلفهم. ربنا عمل خاص الشياطين للناس بتزين لهم اعمالهم. طب انا ذنبي ايه؟ اروح اقول له يا رب انا زينت لي الشياطين اللي بعتها متشكرين، قامت بدورها وزينت لي اعمالي، خلاص ما تلومنيش. يعني انت بتؤمن بالكلام ده وجاي تتكلم عن القران، عن الكتاب المقدس، واذا اردنا ان نهلك قريه امرنا مترفيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدمير. يعني ربنا بيتلكك، عايز يلاقي بالمصري صح ولا لا؟ بيتلكك بيتلكك، بيلاقي حاول يلاقي على قريه سبب فيبعت ليها مترفيها يفسقوا فيها، بيقول لهم شفتوا؟ هو كان عايز يدمرها بس كان عايز سبب. اشكرك اخي رشيد، انتهى وقتك. الله في الكتاب المقدس بيقول كده، يريد ان جميع الناس يخلصون والى معرفه الحق يقبلون. الله يحب كل الناس، هكذا احب الله العالم حتى بذل ابنه لكي لا يهلك كل من يؤمن به بل تكون له الحياه الابديه. شيخ طارق، أرد أن المسيح أو أن القرآن كلام الله، لأن المسيح نسخ العهد القديم، ملوش علاقة. عايزين نقول إيه الأسباب؟ رد زي ما أنت عايز، استخدم وقتك زي ما أنت عايز. أيوة هتاخد خمس دقايق بس، أنا بفكرك إن عايز أسباب تقول أن القرآن كلام الله. اتفضل. السيد رشيد تلا علينا ووضعت على الشاشة، والله لا يهدي والله لا يهدي. أنا أريد أن أعلم السيد رشيد كشيخ وهو كمسلم سابق حتة هو لا يفرق بين النتيجة والمقدمة. بمعنى إيه هي النتيجة والمقدمة؟ الله لا يهدي من؟ القوم الكافرين. قانون الله الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى كل المخلوقات بنص القرآن، هدى هي مهدية هداية ابتدائية، فلما يسيء التعامل مع الهداية يبقى نتيجة كفره، تحدي للحق، ظلمه، إجرامه، صارت الإضلال هذا إضلال جزائي وليس إضلال ابتدائي. وتعالى أبين لك أن أنت استخدامك للكافرين مش منضبط مع القرآن. والله أنا مستعد أقعد معك قعدة، أروح عندك البيت إذا كنت مش هتخاف على نفسك بالمسلمين، يعني أروح عندك البيت ونقعد مع بعضين. أديك مثال، أنظر الآية دي يا حاج رشيد كده، أنظر الآية كده، إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. هل دي حقيقة؟ لماذا نحن نمارس الدعوة ليل ونهار ونرى كفارا بالإسلام وبمحمد وبدين الإسلام يؤمنون، سواء كانوا قساوسة عظام فأسلموا، سواء كانوا ناس عاديين فأسلموا، نراهم كل يوم. لماذا نمارس الدعوة؟ لأن الذين كفروا هنا بيسموها أل للعهد مش للجنس، دول تتحدث عن كفار مكة. فلما الآية تقول ألم ترى أن أرسلنا الشياطين على الكافرين، تعني صناديد قريش، دول بس الذين تحدوا الحق وحاربوا وتعاملوا. فعلا لو كان الله هو ده عمله، بس الحمد لله ربنا ما بيبعثش أنبياء كذبة، لأن السيد المسيح أو فيما نقل في العالم أن حيجي أنبياء كذبة ليضلوا الناس. من هؤلاء؟ انت ما تعرفش كلمة شيطان يعني ايه؟ تعال ابين لك كلمة الشيطان في القرآن. الشيطان ليس الجن، الشيطان نوعين، شياطين الانس والجن
يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا ولو شاء ربك ما فعلوه فذرهم وما يفترون ولتصغى إليه أفئدة الذين لا يؤمنون بالآخرة وليرضوه وليقترفوا ما هم مقترفون أفغير الله أبتغي حكما وهو الذي أنزل إليكم الكتاب مفصلا والذين آتيناهم الكتاب يعلمون أنه منزل من ربك بالحق فلا تكن من الممترين الله محمد حيقول لنفسه فلا تكن من الممترين وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا انظر إلى هذه الإيضاحات القرآنية للمعاني التي أنت لست كمحترف أنت لست لم تكن عالما في الإسلام كما كان علماء المسيحية الذين أسلموا كان علماء في المسيحية فأسلموا وأنت لم تكن عالما في الإسلام فلذلك اختلطت عليك وللأسف كتب التفسير ساعدتك والتقطت مرة من الطبري ومرة من ابن كثير أحيانا هؤلاء العلماء يمثلون فكرهم الخاص ولا يمثلون القرآن وأنا لست هنا لأدافع عن الإسلام دفاعا لأسوق ديني كما قلت لك عشرات المرات فالذي أريده منك دائما وأبدا عندما تلتقط آية وعندما تلتقط معنى أن تأتي بكل الصورة كاملة أمام المشاهد فالله لا يحب الذي أنت تستخدمها ليل نهار وأنت أحيانا تأتي بكلمة اللعنة أنا أريد من إخواني المسيحيين يكتبوا كلمة لا عانى لام عين نون في البحث في الكتاب المقدس ويشوفوا كم تطلع كلمة لعنة ومفرداتها في الكتاب المقدس من الألف للياء وينظروا كلمة اللعن في القرآن الكريم من أوله لآخره كم مرة هنلاقي مئات 500 وشوية بينما في القرآن عشرات مفهوم اللعنة في الكتاب المقدس مش هو في القرآن مختلف لكن أنا طب ما تخلطش كلمة اللعن ده السيد المسيح عدى على شجرة مسكينة ملقاش فيها تين بطرس بيقول له الشجرة التي لعنتها طب الشجرة المسكينة كان يباركها السيد المسيح ما أنا قلت لك مش فاهم معنى اللعن في الكتاب المقدس خليك في القرآن أنا أستخدم استخدام اللفظة لا تشارك المصطلحات لا يعني تشارك المعاني حل جميل يبقى إذن هناك ألفاظ تحتاج معالجة زي ما أنت قلت سنفرغ لكم أيها الثقلان أنا لم آتي كلمة الله استراح لأني سمعتك وأنت بتتكلم لأنها ما تخرجش وما مسنا من لغوب ما فيش في القرآن آية بتقول لقد كفر الذين قالوا إن الله استراح ما في آية كده إنما القرآن عليها وما مسنا من لغوب ولم يعي بخلقهن ولا يؤوده حفظهما فانظر إلى اللفظة عندما تصاغ في القرآن الكريم لشرح معنى في ملابساتها عندما ينزلها النص القرآن شكرا فضيلة الشيخ طارق وطبعا أنا بطرح سؤال للشيخ طارق عن سورة الجن والجن المؤمن والجن الغير مؤمن دي بالنسبة لنا حاجة ما تخشش دماغنا وسورة الكهف وانتوا عارفين التفاصيل بتاعتها برضو حاجة صعبة لكن أكيد هنحتاج لوقت تاني وهنحتاج للقاء تاني بس أنا بقول لسه في حاجات كتيرة نفسنا نعبر عنها للشيخ طارق ونوريله قد إيه صعوبة إن إحنا نقبل إن يكون القرآن كلام الله أخي رشيد أمامك 5 دقايق هل في أسباب أخرى بتجعلك ترفض أن يكون القرآن كلام الله فضل أولا أنا أذهب قبل أن أحكم على آية لا أسمح لنفسي بتفسيرها كما يفعل الشيخ طارق مع الكتاب المقدس أذهب لما قاله كبار المفسرين هذا مبدأ عندي لا أتجرأ وأفسر من عندي فكل الكلمات التي قلت حتى الكلمة التي علقت عليها في سورة الرحمن سنفرغ لكم أيها الثقلان شفت ما قاله الطبري عليها وشفت ما قاله المفسرون لم أفسرها من ذاتي الله لم يريد جعل الناس أمة واحدة فأضل البعض وهدى البعض ولو شاء الله لجعلكم أمة واحدة هو مش عايز إله مش عايز عايز يستمتع بضلال البعض وهداية البعض ولكن يضل من يشاء ويهدي من يشاء طب نشوف شيء تاني الله تسبقه كلمته عندما تشوف واحد يقول لك فات مني أعطيت وعد طلعت كلمة مني ما أقدرش أخلف وعدي القرآن عشان تعرف أنه بتاع بشر بيستخدم نفس الأسلوب وما تفرقوا إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم ولولا كلمة سبقت من ربك إلى أجل مسمى لقضي بينهم لو ما كانتش طلعت من بقي كنت قضيت بينهم لكن طلعت في كلمة سبقت مني ده كلام واحد رب ده كلام شخص
أعطيك مرة أخرى، لولا الكلمة التي خرجت منه وما كان الناس إلا أمة واحدة فاختلفوا ولولا كلمة سبقت من ربك لقضي بينهم. يعني الله بتسبقه الكلمات، بتخرج من بقه، بيتسرع، إله بيتسرع، ففات منه طلعت كلمة منه ما يقدرش يخلفها فحيخليهم مش حيقضي بينهم. يعني هل هذا هو القرآن الذي يريدون أن نصدق أنه كلمة الله؟ وللعلم لحد الآن الشيخ طارق يا إما يقول لك الكلمة مش معناها كده، يعني تصير نعلم مش نعلم، وتصير يدخن في الأرض ما وكأنه ما شافهاش، وتصير لا يحب الكافرين بالألف واللام بدون استثناء بالألف واللام، ولا يحب كذا بتصير لا أنت مش عارف نوع الكافرين. طب ما ليش ما قالش إلا الذين أو كذا، لا يحب الكافرين بالألف واللام وخلاص. هل معناه أن الله بيحب الكفار؟ هل أفهم منك أن الله بيحب الكفار؟ ده وصاكم ما تتخذوش اليهود والنصارى أولياء، ده وصاكم انه ما تتخذوش اللي كان يحاربون الله ورسوله او من حد الله ورسوله حتى لو كانوا من اهلكم. حد الله ورسوله معناه ايه؟ انك لو اعترضت وعارضت ومثل دلوقتي انا، فالقرآن بيطلب من اهلي يعارضوني، يعني ينفوني يضطهدوني ما يتخذونيش صديق ولا خليل ولا اي شيء. مين اللي عمل فينا كده احنا اللي طلعنا من الاسلام؟ مين؟ ما عمل القرآن. مين اللي طلب انه اهلنا يتنكروا لينا ويضطهدونا؟ ما هو القرآن. وعايزني اؤمن بالقرآن انه كلام الله؟ ده مش رب، ده مخلي المليار ونصف مسلمين مخلينهم يكرهوا الخمسة مليار ونص، مخليهم يكرهوا، علموهم ان الله ما بيحبش كل دول، بيحبهم هم بس. خليني اعطيك مثلا حاجات تانية. حق القول علي ايضا من نفس الطينة، ولو شئنا لآتينا كل نفس هدى ولكن حق القول مني لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين. ماذا يقول الطبري عن قتادة؟ ولو شئنا لآتينا كل نفس هدى، قال لو شاء الله لهدى الناس جميعا، لو شاء الله لأنزل عليهم من السماء آية فظلت أعناقهم لها خاضعين، ولكن حق القول مني، حق القول عليهم. يعني هو لو كان عايز كان هدى الناس كلهم، لكن لا، حق القول منه، مش عايز. ده إله مش عايز. في الكتاب المقدس بيقول لك أن الله يريد أن جميع الناس يخلصون وإلى معرفة الحق يقبلون. في القرآن الله مش عايز، هو عايز كده، عايز يضل بعض الناس وعايز يهدي بعض الناس، فهو اللي عمل المشكلة دي. لو لامني الله، لو لامني يوم القيامة وقال لي لماذا تركت هذا القرآن، سأقول له هذه الصفات جعلتني أنفر منك ولم أعتقد باستخدام عقلي وباستخدام الملكات التي أعطيتني كلها والعلم والدرجات العلمية التي نلتها استخدمتها كلها، فخرجت بخلاصة أنك لست صاحب القرآن، فاعذرني لأن صورتك في ذلك القرآن صورة مشوهة ولم أقبلها على نفسي ولا على أولادي. شكرا أخي رشيد، الله تسبقه كلماته، عشان كده رشيد رفض القرآن أن يكون كلام الله. خلينا ناخد خمس دقائق مع الشيخ طارق للقرآن كلام الله. تفضل. كلام أخويا رشيد، أنت حبيبي على فكرة، والله أنا محتاج أجلس معك أكثر. أنت مظلوم، وكما قلت لك أنت ضحية الفكر الإسلامي المرخبط. إنما لو أنت فسرت، تعالى، ولو شاء الله لجعل الناس أمة واحدة ولا يزالون مختلفين. انظر إلى بداية عندما قال الله إني جاعل في الأرض خليفة. إزاي الملائكة قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء؟ الحظ معنى الإرادة، أنني خلقتهم بإرادات، فمشيئة الله تعني الإرادات المتنافرة. أنا أحب، أنت تكره، أنت تريد الأرض وأنا لا أريدها، أنت تحب الدنيا وأنا أحب الآخرة، أنا وأنا، فهذا تزاحم إرادات. فمن شأن تزاحم الإرادات أن يحدث صراع. فلما يقول ربنا ولو شاء الله، يعني لجعلهم كالملائكة بدون إرادة كلهم لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، هذا فهم. الفهم التالي، ولولا كلمة سبقت من ربك لقضي بينهم. سبقت يعني أن الله قرر لا يحاسب العبادة في الدنيا، وهذه ما نحاول أن نوصلها للدواعش والسلفيين والوهابيين، أن الله قرر حين خلق الخليقة أنه لا يجازيهم إلا يوم القيامة.
القيامة سبقت يعني قرار قضاء الله، لأن لو ربنا بيقول ولو يؤاخذ الله الناس بما كسبوا ما ترك على ظهرها من دابة، كل واحد يغلط. هب أنك أخ رشيد الآن أنت كنت على الباطل، هب افتراض جدلي، هناك احتمال خلينا نقول 1 في المليون، وأنا برضو احتمال 1 في المليون أكون على الباطل، فانت تلخبط في رب العالمين الان يقوم منزل عليك صاعقه يخلص منك، وانا اكون لخبطت ينزل صاعقه يخلص مني، لكن قرار الله يقول انني اؤخرهم ليوم القيامه يوم الحساب، ينبئكم بما كنتم فيه تختلفون، يحكم بينكم فيما كنتم تختلفون، يفصل بينكم. هذا الكلمة التي سبقت من الله القرار أن الجزاء والحساب يوم القيامة. ثم تقول والله لا يحب الكافرين والله لا يحب، عدتها لك كم مرة، انظر الكتاب المقدس يرى أن هناك كراهية، هناك لفظ كره، إنما في القرآن جبت كلمة كراهية. وعندما يقول الله أنه لا يحب لا يعنيها أنه يكره، لا يحب سلوكيات الكافرين، لا يحب ما يؤدونه من تجاوزات. أنا لم أقل إن الله سيحب الكافر، أنا في القرآن الكريم حتى عابد الصنم، أنت سيد رشيد الآن، هل أنت لو كنت فعلا، بعض المسلمين يقولون السيد رشيد المسيحيين دفعوا له وأنه يعبر عن الدفع، أقول لهم لا، السيد رشيد يؤمن ويعبر عما يؤمن به، وأنا أؤكد على ذلك، هو يعبر عما يؤمن به، ما أحد دفع له. عندما أقول ذلك أنت ربما تكون معذورا يوم القيامة إذا كان هذا ما في داخل قلبك، لأن الله يقول لما رد على المسيح عليه السلام قال له هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم. حتى عابد الصنم عند محمد الذي كفرت به يا سيد رشيد يقول الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم، قالوا كنا مستضعفين في الأرض، قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا فأولئك عسى الله أن يعفو عنهم وكان الله عفوا غفورا. إن الله هو الرحمات حتى مع عبد الصنم إذا لم تبلغه الحقيقة، وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. إن محمدا هو الذي جسد المفهوم الحقيقي للرحمات، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. كن هناك فريق أو تاريخ إسلامي، وأنت من عادتك كباحث أنك تقول لا يجوز الاستشهاد بالسلوكيات الإنسانية، أنا لا أستطيع أن أستشهد على المسيحية بقساوسة الكنيسة الكاثوليكية وما فعلوه مع الأطفال والراهبات، لا أستطيع أن أستشهد بعض قساوسة الكنيسة الكاثوليكية، لا أستطيع أن أستشهد على اليهودية بأمس الرباي في واشنطن الذي صور 150 امرأة عريانة داخل المعبد وهو من أبناء لاوي من أبناء هارون عليه السلام، لا أستطيع أن أقبل الله في الكتاب المقدس الذي يستجيب لسكران نوح عليه السلام حين دعا على غير من لم يفعل وهو كنعان ابن حام، هو لم يفعل شيء، لكن اليهود أرادوا أن يبرزوا أن العرب أولاد فلسطين كانوا صنفا لا يستحقون الحياة، لذلك استجاب الله لكنعان. هذا ما أردت أن أبينه. سيد رشيد أنت أخي وحبيبي، والشيخ صمويل وإخوان المسيحيين أصدقائي وأحبابي أحبائي، أعتذر إن كنت قد استخدمت لفظا غير مناسب، و أنا أمثل إسلاماً كما أؤمن به، لا أريد أن أسوقه، ويوم القيامة يحكم بيننا فيما كنا فيه نختلف. وجزاكم الله خيراً وأشكر لكم فضلكم. شكراً. أسف فاضل 3 دقائق ممكن تستخدمهم. أنا أستخدم عشان ضيق الوقت سأستخدم أولاً، لا يمكن، لا تحريم بدون نص، لا يمكن أن تلوم نوح على شرب الخمر رغم أن الكتاب المقدس لم يشجع على هذا الفعل، لا تحريم بدون نص. أنت في صدر الإسلام وكان المسلمون يسكرون ويصلون، فأنتم لا أدري ما هي معاييركم في الحكم على الأشياء. حتى قال لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى، لماذا جاءت هذه الآية؟ لأن المسلمين كانوا يصلوا وهم سكارى، فإذا لا تستطيع أن تحكم على نوح في وقت لم يوجد فيه نص يحرم هذا الأمر، والكتاب المقدس لم يذكرها من باب تشجيع هذا الأمر. المهم في القرآن الله يمسك السماء لكي لا تقع على الناس، ألم ترى أن الله سخر لكم ما في الأرض والفلك تجري في البحر بأمره ويمسك السماء أن تقع على الأرض. هو في حاجة اسمها السماء هتوقع؟ ده ممكن طفل صغير يضحك لو قلت لي، لو قلت لابني انا ماسك السماء ما توقعش على دماغك. المجاز ايه؟ ويمسك السماء، ده في ايات كتيره، والسماء وما بناها، والسماء رفعها،
أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها والسماء بنيناها زي ده بيتكلم عنها كأنها سقف والسقف المرفوع. السماء مش سقف، كل ما ارتفع فوق الأرض هو سماء. نعم. فإذا مش هي سقف، فإذا القرآن أخير. ليس كلام الله. أخي رشيد أنا أحب أن أسلم على أسلم عليها على الهواء وأقبله أيضا. أشكرك جدا، هنكمل مع بعض في فترة قادمة إن شاء الله. أعزائي المشاهدين إلى اللقاء. لا العفو، ربي يباركك، أنا مبسوط بيك وبحبك وكل قلبي. أنتم أحبائي، هنتقابل مع بعض ونكمل مع بعض هذا الموضوع في غاية الأهمية. إلى اللقاء في الأسابيع القادمة، وشكرا لكم ولقناة الكرمة ولقناة الحياة. الله يبارك فيك. إلى اللقاء. الله يبارك فيك يا رب.